بسم الله الرحمن الرحيم. Today, inshallah, we have chapter 7. It's chapter 2 in reference book. It's introduction to number 3. يعني زي ما احنا عارفين اتكلمنا كتير عن الرياضيات وبعض المواضيع في الرياضيات تمثل عمود رئيسي في الشغل بتاع الانكريبشن والسيكوريتي عموما. يعني فمن الحاجات المهمة أو المواضيع المهمة جدا اللي تقريبا يعني شبه كده يعني كومان في معظم الشغل بتاعنا اللي هي النمبر ثيري. فهناخد بعض التوبكس إن شاء الله في هذا الموضوع حاول نغطيها النهاردة بإذن الله. طيب تمام، ده الرود ماب بتاعنا، عندنا مواضيع كتير. يعني فأول موضوع اللي هو divisibility، خلي بالكوا لأن في بعض النوتيشنز يعني قد تكون جديدة عليكم شوية وهنستخدمها كتير في الشابتر ده وفيما بعده، فيعني خلينا ننتبع عليها إن شاء الله. أول حاجة اللي هي divisibility اللي هي قابلية القسمة. فبيقول if we have non-zero that if we say that non-zero b عندنا integer قيمته لا تساوي صفر، فبنقول ان ال b divides the a. b divides the a يعني ال b تقدر تقسم ال a، يعني a تقبل القسمة على b، دي معناها كده. كلمة b divides the a يعني b ممكن تقسم ال a لحتت صغيرة ماشي بدون باقي، بدون باقي. we say ان b divides the a لو كانت ال a عبارة عن مضاعف لل b m of b، حيث a وال b وال m كلهم integers. يعني مثلا 18 و 3، فاحنا هنقول ان 3 divides 18. ليه؟ لان في حاجه اسمها m اللي هي بتساوي 6، 3 في 6 ب 18 ماشي تمام. يبقى هنقول if b divides a، b divides a يعني مثلا 3 divides 18. يعني ايه 3 بالضبط؟ يعني بتقسمها حتت صغيره، كل حته عباره عن 3 لو مفيش ريميندر، مفيش باقي للاسم، اون ديفيجن ماشي تمام. النوتيشن بتاع الكلام ده بتتكتب كده، ها بي ديفايدز اي 3 ديفايدز 18 از كومنلي يوز تو مين بي ديفايدز اي. تمام، خلي بالك ايه هو الكبير، بي ديفايدز اي معناها ان الاي هو الكبير، دي معناها ان بي ديفايدز اي معناها ان الاي على بي حاصل الاسم ده ملوش باقي، بدون باقي. تمام تمام. لو كان ال b بالديفايز ال a بدون باقي، وي سي ذات ان ال b عباره عن ديفايزر مقسم، ال b عباره عن مقسم لل a ديفايزرز، لان الكلمه دي برضه هنشوفها كتير كلمه ديفايزرز. طيب ذا بوزيتيف ديفايزرز كمثال مثلا لل 24، ايه هي البوزيتيف ديفايزرز بتاعتنا؟ ايه الحاجات اللي ممكن اقسم ال 24 عليها بدون ما يكون في باقي للقسمه؟ زي ما احنا شايفين الواحد والاثنين والثلاثه والاربعه والسته والثمانيه وال 12، كل دول هم دول ديفايزرز، كل دول ديفايزر لل 24. تمام؟ تمام. طيب. لو احنا عايزين نجيب الديفايزرز بتاعت اي رقم، سهل جدا ان انا اقسم بقى ال 24 دي على كل الاصغر منها. يعني اقسم على من اول واحد واحنا ماشيين كده، 1 2 3 4 5 6 7 لغايه ما اوصل ل 24. مظبوط، دي لو انا عايز اعملها بايدي كده اقعد اقسم 1 2 3 لغايه 24. تمام، واي حاصل اسم بدون باقي يبقى ده ديفايزر. يعني الواحد هيمشي معانا ال 2 3 ال 4 5، 24 على 5 فيها كام؟ هيبقى فيها 4 وشويه، وشويه دي يبقى الخمسه مش ديفايزر ماشي، السبعه التسعه وهكذا. فاي حاجه هيبقى فيها باقي، باقي للقسمه، يبقى ده مش ديفايزر. يبقى الشرط ان الديفايزر، تعريف الديفايزر يعني في تعريفه ان الشرط ان هو بيديفايدز الايه، بيديفايدز رقم تاني، ها عشان يبقى اسمه ديفايزر ليه يبقى لازم يكون باقي، مفيش باقي، نو ريميندر اون ديفيجن. تمام، هنا مثلا مدي مثال اهو، بيقول ان ال 13 ديفايزر
لل 182، ماشي؟ الخمسة ناقص خمسة مثلا وال 30 and so on. تمام. لو احنا عايزين نحسب حاجة زي كده بسيطة، يعني ممكن اتأكد، لو انا عايز اتأكد هل فعلا ال 13 دي ديفايزر 180 ولا لا، انا دايما بستخدم الماتلاب معايا طول ما انا شغال ك تول يعني في ايدي كده، اهو كالكوليتور مش عارف ايه. فمثلا المثال اللي قدامنا 182 على 13، اقسم 182 على 13 اهو، هل في كسر 182 دي تتقسم عليها بدون باقي؟ اهي بيساوي 14، مفيش كسر، معناها ان فعلا ال 13 بتديفايز ال 182، ومعناها ان ال 13 الديفايزر لل 182، ماشي؟ مثلا ناقص 35، هل الناقص 5 بتديفايدز ال 30؟ اه، لان 30 على 5 فيها 6 بدون باقي. 289 و17، نجرب 289 على ال 17، اه يعني انا عكست عملتها 298، لو عملناها 289 على 17 اه فيها ال 17، يبقى هي برضو ايه مظبوط. لما انا عملت 298 17 وكسر، يبقى هي في الحالة دي ما ينفعش تبقى ديفايزر. انسون. طيب هل ال 17 بتديفايز الزيرو؟ يعني زيرو على 17 بتديفايز الزيرو، يعني انا عايز اشوف صفر على 17 في باقي للاسم ولا ما فيش؟ طب ما اقسم صفر على 17 تطلع كام؟ تطلع صفر، لان اي حاجة في ال 17 هتبقى اي حاجة في صفر بصفر، يبقى صفر على 17 هتساوي صفر. ليه؟ لأن صفر في 17 بصفر. وده أي انتجر بقى، أي انتجر، يعني أي، وكان سي إن أي انتجر يعتبر ديفايزر للصفر. تمام؟ يبقى لو أنا بقول حاجة بتديفايز الصفر، ممكن أحط أي انتجر هنا في دي، أحط أي حاجة تمشي معاك. ليه؟ لأن صفر على إكس، صفر على إكس تساوي صفر. اي اكس بقى، احط هنا اي اكس، اي قيمه هتطلع ديفايزر، مفيش فيها مشكله يعني. تمام. يبقى اذا مجموعه الانتجرز اللي هي الزد كلها تعتبر ديفايزرز بالصفر بدون اي مشاكل. تمام. فده مفهوم الديفيزابيليتي، وخدنا منه نوتيشن مهم جدا اللي هو ده، وتعريف مهم اللي هو ايه هو الديفايزر. الديفايزر تمام. هنا بعض البروبرتيز للديفيزابيليتي. لو كان الـ A بيديفايز الواحد، الـ A بيديفايز الواحد، يعني واحد على A تساوي قيمة بدون باقي، دي معناها كده الـ A بتديفايز الواحد، يبقى مليون في المية إن الـ A دي بكام؟ أكيد بواحد، صح ولا إيه؟ لأن لو حطيت اتنين هيبقى باقي القسمة واحد على اتنين بصفر، وتفضل اتنين، أي رقم تاني هحط أكتر من الواحد هيطلع لك باقي للاسم. الحاجة الوحيدة اللي مش هتطلع هي الواحد. يبقى لو كان الـ A بيديفايز الواحد، زين الـ A هتساوي واحد. ماشي، دي very simple يعني. طيب لو الـ A بيديفايز الـ B، يعني أقدر أقسم B على A تطلع لي نتيجة من غير باقي. وفي نفس الوقت العكس، الـ B بيديفايز الـ A، الـ B بيديفايز الـ A، يعني الـ A على الـ B تطلع لها قيمة بدون باقي. إذا كان دي تنفع ودي تنفع، يبقى مليون في المية الـ A بيساوي الـ B، أكيد يعني. يعني لو الـ B على A بتنفع والـ A على B بتنفع، الاتنين ماشيين بدون باقي، مش معقول، ماشي؟ يبقى أكيد الـ A بتساوي الـ B. Any B، دي اللي أنا لسه قايلها من شوية، Any B لا يساوي الصفر، أي integer يدفايدز الزيرو، اللي هي القاعدة اللي إحنا قلناها دي. أي رقم integer هي مجموعة الـ integers كلها، ما عدا الصفر، لان صفر على صفر كميه غير معرفه. ماشي، يبقى any b لا يساوي صفر بي ديفايد الزيرو. طيب القاعده اللي بعد كده بيقول لك لو كانت ال a بتديفايد ال b، ترى انا باكدها عشان لغايه ما تلزق في دماغكم، a ديفايد ال b يعني ال b الكبير، يعني ال b على a دي موجوده، ماشي؟ وال B بيديفايدز ال C، يعني ال C على B دي موجودة. زين ال A بيديفايدز ال C، يعني ال C على ال A دي موجودة بدون باقي.
وده برضه ايه منطقي، لان البي بالديفايد الاي بالديفايدز البي، يعني البي هي الكبيره، ماشي، البي هي الكبيره وتقبل القسم على ايه، البي تقبل القسم على ايه، تمام، وبعدين السي تقبل القسم على بي، يبقى اكيد السي تقبل القسم على مين، على الصغير، يعني كده في ككبير وصغير السي هو اكبر واحد يليه البي يليه الاي، يبقى على طول طالما البي بالديفايدز الاي والسي بالديفايدز البي يبقى السي بالديفايدز الاي. كمثال مثلا هنقول 9 على 3، او بلاش بقى نعملها كده، نكتبها زي ما هو كاتبها يعني بنفس المصطلحات، هنقول 3 بالديفايدز 9، صح ولا ايه؟ اه ينفع، لان 9 على 3 ب 3. طيب والتسعة بالديفايدز 81، اه صح، لان 81 على 9 ب 9 بدون باقي، فانا من هنا من العلاقتين دول اقدر اقول ان الثلاثه هتديفايدز 81، الثلاثه دي هتديفايدز 81، اه صح، لان 81 على 3 ب 27، مظبوط، تمام. هو هنا مدي مثال اهو، ال 11 بالديفايدز 66، لان 66 على 11 ب 6، وال 66 بالديفايدز 198 لانها بتساوي 3، 198 على 66 اهي، تأكد 198 على 66 اه فعلا ب 3، تمام. ففي الحالة دي ال 11 هتديفايدز ال 198، صح، لو انا قسمت 198 على 11 هتطلع بدون باقي، 198 على 11 اهي هيطلع فيها ال 18 بدون باقي، تمام. طيب البروبرتيز الاخرانيه بتاعه الديفيزابيلتي، لو كان البي بالديفايدز الجي والبي بالديفايدز الاتش، يعني عندي الجي دي تقبل القسم على بي، وحاجه تانية اسمها اتش برضه تقبل القسم على البي، ماشي، ففي الحاله دي اكيد الجي زائد الاتش هتقبل القسم على بي، اكيد يعني، صح ولا ايه؟ لان دي كده تقدر، طالما دي تنفع لوحدها ودي تنفع لوحدها يبقى اكيد الجي زائد اتش تقبل القسم على بي، ومضاعفاتها كمان، يعني اي لو ضربت الجي دي في ام مثلا والاتش دي في ان يبقى المضاعفات كلها تقبل القسم على بي. ده طبعا احنا كل ده انتجرز، يعني الام انتجر والان انتجر والبي انتجر، كل ده انتجرز، كل الكلام ده احنا بنتكلم في انتجرز، تمام. طبعا دي برضو ممكن تاخد عليها مثال، يعني مثلا لو قلنا مثلا كمثال الجي مثلا دي ان سي ب 9 بالديفايز 3 مثلا، وال 12 ولا خليها ايه نسهلها شويه 6 بالديفايز 3، متاسف تقبل القسمه على 3، يعني ال 3 بالديفايز 6 وال 3 بالديفايز 9، يبقى اكيد 9 زائد ال 6 هتديفايز 3، يعني 9 6 15 على 3 فيها ال 5، ولو انا التسعه دي ضربتها في اي حاجه وال 6 دي ضربتها في اي حاجه هتقبل القسمه على 3، 2 في 9 ب 18، 3 في 6 ب 18، 18 و 18 36، 36 على 3 فيها ال 12، تمام؟ فبرضه الكلام ده شغال ما فيش فيه اي مشكله، تمام. طيب هنا هو بيشرح الاخر نقطه زي ما انا عملتها دلوقتي، ما فيش مشكله بيشرحها يعني، بيحاول يثبتها، فاحنا خلاص احنا يعني واضحه بالنسبه لنا. وهنا بدي شويه امثله اهون، لو البي ب7 والجي ب14 والاتش ب63 والام ب3 والان ب2، يعني هو بدي مثال على القاعده دي، ماشي، فاحنا عملنا مثال اهون بسيط وسهل وما فيش فيه مشكله، فهو عمل الكلام ده اهو، حسبها ال7 بالديفايز ل14 وال7 بالديفايز ل63 ما فيش فيها مشكله، فلو ضربنا 3 في 14 و2 في 63 اهي وجمعناهم على بعض ونقسمهم على السبعه هتطلع ما فيش فيها مشكله، يبقى السبعه بالديفايز الكلام ده، تمام. طيب عمليه الديفيجن كالجوريزم بتتم ازاي؟ خلي بالك بقى،
لو احنا عندنا اي بوزيتيف انتجر، خلي بالك بوزيتيف انتجر ان بوزيتيف، يعني الوقت كده استثنيت السالب بوزيتيف انتجر ان اند اني نون نيجاتيف انتجر اي. ماشي، نون نيجاتيف انتجر اي، يعني الاي والان اللي انا هتكلم عليهم دول الاثنين بوزيتيف وانتجر، وديفايد اي باي ان، يعني نقسم الاي على ان ويجيت انتجر كوشنت اللي هو باقي الاسم، هنلاقي باقي اسم اسمه كيو and an integer remainder r that obey the following relationship. واعتلق العلاقة دي ان الـ a بتساوي qn زائد r، حيث الـ r اللي هو الـ remainder ده اكيد هيبقى اقل من الـ n. مظبوط يا شباب؟ مظبوط، واضحة، مفيش فيها اي مشكلة. لو انا بقسم الـ a على الـ n اهون، فاكيد ان الـ a هتساوي يعني مثلا نتكلم مثلا كأرقام، بنعمل مثلا 20 على 3 مثلا، الحالة دي العشرين دي هي اللي هي الـ A، والN دي اللي أنا بقسم عليها اللي هي الـ N في الحالة بتاعتنا دي. 20 على 3 فيها الكام؟ فيها الكام دي يعني الكوتيشن الكوشنت اللي هو باقي القسم نسميه Q كوشنت. فعشرين على 3 فيها الكام؟ فيها السبعة، يبقى كأن هنا الكيو بتاعنا ده سوري فيها الست، ستة في ثلاثة ب18، وتبقى كام؟ اتنين، يعني هتبقى ستة في ثلاثة زائد اتنين. طبعا الباقي القسمة ده اكيد اقل من ثلاثة اكيد، صح ولا ايه؟ لان لو اكتر من ثلاثة كنا زودنا ده شوية، لو هي مثلا 22 لو مش عارف ايه يبقى باقي الباقي يبقى اكتر كنا زودناها، ما كانش يعني. تمام. يبقى بنقول تاني هون بس يهمني بس المصطلحات، في حاجه اسمها الكوشنت اللي هو باقي القسمة، ريميندر متاسف كوشنت اللي هو قيمه القسمة اللي هو العدد الصحيح اللي بيطلع، والار ده اللي هو الريميندر، والاي والان بوزيتيف. طيب في الحاله دي الكوشنت ده بنسميه له نوتيشن كده بيسموه فلور، بيسموه ايه؟ فلور، فلور اي ديفايدد باي ان، فلور A divided بتنطق كده فلور A divided by N، فلور بنطقها كده فلور A divided by N، يعني A على N دي، خلي بالك A على N. ماشي، مش زي دي علامة مايلة، دي علامة اسمة. ماشي، مش زي دي اللي هي A divides B، دي واقفة كده، إنما دي علامة اسمة، علامة اسمة عادية A divided by N، يعني نقسم الـ A على الـ N. فاللي بيطلع اللي هو الكوشنت ده بنسميه او بيتنطق عليه بنديله الرمز اللي عامل زي القوس اللي من غير علامة فوق ده، وبنسميه ان الكوشنت عبارة عن الفلور of A divided by N. طيب ماشي، انا يهمني هنا طبعا مفيش اي حاجات جديدة، يعني مجرد بس شوية مصطلحات كده ونوتيشنز عشان تبقى انت فاهم بس. طيب ده الديفيجن الجوريزم هو على بمثله على خط الاعداد، طبعا ده كلام بسيط خالص، يعني لو انا عايز اقسم الـ A على الـ N، هذا الـ A اهو احطه على خط الاعداد، هذا الـ A وهذا الـ N اللي هي الحته الصغيره دي، يعني كمثال مثلا المثال بتاعنا الـ A كانت ب 21 مثلا ولا 20 والـ N كانت ب 3، يعني دي كانت 3. فانا هبتدي اقسم خط الاعداد ده حتت كده، ما هي التلاتة بتقسم العشرين، هتقسمه كم حتة بقى؟ هتقسمه لكم حتة؟ فنشوف، يبقى هاخد تلاتة وبعدين تلاتة كمان يبقى دي بقت ستة، وبعدين تلاتة كمان دي بقت تسعة، وبعدين تلاتة كمان دي بقت اتناشر، وبعدين تلاتة كمان دي بقت خمستاشر، وبعدين تلاتة كمان دي بقت كام؟ تمنتاشر. خلاص دي اخر حاجه، خلاص ما اقدرش اخد بعد كده، يعني 3 كمان هتبقى 21 وانا اللي عندي كلهم 20. ماشي تمام، يبقى انا هفضل اقسم 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 كده، يبقى الحته اللي فاضله دي اللي هي الاثنين بقى دول اثنين اهم اللي فاضلين دول بسميهم ريميندر. طب انا قسمت كام حته دول؟ كام حته دول؟ قسمت ال20 كام حته؟ هذا 1 2 3 4 5 6، يبقى حاصل القسمه 6 اللي احنا سميناها الكيو، يبقى الكيو بتساوي 6.
والار اللي هو الباقي، باقي الاسم بيساوي كام؟ 2. تمام؟ يبقى اذا 20 على 3 فيها الستة ويتفضل 2 اللي هو الكوشنت ده. هنا مثلا مثال تاني اهو اللي هو بيقسم 70، اها 70 على كام؟ على 15. يبقى اول حته هاخدها هنا كام؟ 15، وبعدين اخد 15 ثانيه، 15 ثالثه، 15 رابعه، وهكذا. اخر واحده دي 60، لو حط 15 كانت تبقى 75، انا عندي 70 بس. طيب يعني عندي كم حته دلوقتي؟ ادا 1 2 3 4، يبقى اذا الكوشنت بكام؟ ب 4. طب والريميندر ده كام؟ من 70 ل 60 الريميندر ده كام؟ باقي عندي كام؟ الحته اللي فاضله الصغيره اللي ما حصلتش ال 15 بكام؟ ب 10، يبقى ال 4 10. تمام؟ يعني اقدر اقول كده ان ال 70 اهي، ال 70 بتساوي 15 كام؟ 15 4، 4 في 15 زائد الحته اللي فاضله اللي هي ال 10. تمام؟ تمام، اللي هي نفس القانون اللي احنا كتبناه من شويه اهو، ال A تساوي كيو ان زائد ار. طيب تمام، ده مفهوم الديفيزابيلتي، ويعني هو مفهوم الاسم ده واضح كله بالنسبه لنا، مفيش فيه مشكله، لكن احنا بس خدنا شويه مصطلحات بسيطه كده، اهمها هو القانون الاخراني ده عشان نبقى بس ايه يعني واخدين بالنا منه، ان ال A بتساوي كيو ان زائد ار، الكيو اللي هي الكوشنت اللي هو نتيجة القسمة، والآر اللي هو باقي القسم. طيب وخلي بالك كله إيه، الآر دي بوزيتيف والإن بوزيتيف، خلي بالك من الكلام ده. طيب في أي أسئلة يا شباب؟ والله واضح حتى الآن في أي أسئلة؟ آه. هناخد بعد كده كتطبيق على موضوع الديفيزابيلتي دي حاجه اسمها اكليديان الجوريثم. اكليديان ده عالم مشهور اللي هو بنسميه احنا عندنا اقليدس في الرياضيات، بنسميه بالعربي اقليدس اللي هو نظريه اقليدس او اللوغاريتم بتاع خوارزميات اقليدس وات ايفر. يعني ده وان اوف ذا بيزك تكنيكس اوف نمبر ثيري، ده تكنيك مهم جدا اساسي في النمبر ثيري. بيحسب ايه؟ بيحسب حاجه الجريدست، حاجه اسمها الجريدست كومن ديفيزر او ديفايزر، جريدست كومن ديفايزر اوف تو بوزيتيف انتجر، اوف تو بوزيتيف انتجرز. ماشي تمام. يعني ايه الكلام ده؟ احنا عرفنا يعني ايه ديفايزر، يعني كلمة divisor فهمناها خلاص. divisor يعني اللي هي الأرقام اللي أنا أقدر أقسم عليها، عندي لو أنا عندي عدد معين أقدر أقسم على divisor ده بدون ما يكون فيه باقي للإسم. ماشي، فأنا عندي divisors كتير وشفناها في أمثلة. فبيقول لك بقى هنا إيه، لو أنا عندي two positive integers، عندي two positive integers يعني مثلا say وليكن نبص على السبورة بتاعتنا كده، لو أنا عندي two positive integers say مثلا 24 و 12 مثلا او 9 مثلا، دول two integers، فانا عايز احسب الكومن ديفايزر بينهم. الكومن ديفايزر يعني ايه؟ الكومن ديفايزر يعني اشوف الديفايزرز بتاعت التسعه دي واشوف الديفايزرز بتاعت ال 24 دي واشوف مين اللي شبه بعض، الكومن اللي بينهم. تمام مش الكومن بس بقى، ده انا عايز احسب الجريتست يعني اكبر واحد فيهم، يعني لو في اكتر من واحد كومن اخد اكبر واحد فيهم. تمام طب يعني نعملها ازاي دي؟ خلينا مثلا كمثال عشان تفهم يعني ايه الجي سي دي اللي هو الجريتست كومن ديفايسور. ايه الحاجات اللي ممكن شيل بقى البتاع دي بالمساحه كده اهي، نحسب الاول الديفايزرز بتاعت ال 24. عشان احسب الديفايزرز احنا قلنا عشان نحسب الديفايزرز نعمل ايه؟ ناخد كل القيم اللي تحت ال 24 ها، ونشوف مين اللي ينفع ال 24 تتقسم عليها بدون باقي. طبعا انا بالنسبه لي مش هقعد اوجع دماغي كتير، انا عندي في الماتلاب
في فانكشن ظريفه قوي بتطلع لي الكلام ده، اسمها ايه؟ اسمها ديفايزر. ديفايزر ديفايزرز اوف 24. طلع لي يا عم الديفايزرز بتاعت ال 24 اهو، طلعهم من 1 ل 24. تمام، يعني واحد اهو ناخدهم بقى نكتبهم، واحد اثنين ثلاثة أربعة ستة ثمانية اتناشر أربعة وعشرين. دي كل الديفايزرز بتاعت مين؟ بتاعت ال 24. واحد اثنين ثلاثة أربعة ستة ثمانية اتناشر أربعة وعشرين. لو جيت تقسم 24 على الواحد ب 24، 24 على 2 ب 12، على 3 ب 8، على 4 ب 6، على 6 ب 4، على 8 ب 3، على 12 ب 2، على 24 ب 1. خلاص يبقى انا كده ما عنديش اي مشكله، فعلا ما فيش باقي، يبقى هم دول. طب في حاجه تانية تنفع في الوسط؟ جرب، جرب الخمسه مثلا، لا ما تنفعش، السبعه ما تنفعش، التسعه ما تنفعش، ال 11 ان سو اون. طيب نيجي للجريتس كومن بتاعت التسعه، لو انا عايز اشوف بقى الديفايزرز بتاعت التسعه، واحد وثلاثه وتسعه بس. طب دي سهله دي، واحد وثلاثه وتسعه. طيب انا بقى عايز دلوقتي ايه؟ عايز اشوف الكومن ديفايزرز. فين الكومن ديفايزر؟ اهو اللي هو هنا وهنا متكرره، الواحد والواحد دي كومن، الثلاثه والثلاثه كومن. في حاجه ثانيه؟ لا. يبقى كومن ديفايزرز اللي هي الواحد والثلاثه دي كومن، دي كومن ديفايزرز، كومن ديفايزرز بين ال 24 والتسعه. بس انا مش عايز الكومن ده، انا عايز الجريتست، اكبر واحد فيهم اللي هو مين؟ الثلاثه. يبقى الجي سي دي ما بين ال 24 والتسعه بيساوي كام؟ بيساوي 3. ده اسمه الجريتست. طبعا كنا بنعمل الكلام ده واحنا طلبه في الرياضيات، يمكن في 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 المتوسط او يمكن في الثانوي مش فاكر، كان يقول لك احسب الايه اسمه ايه الجريتست كومن ديفايزر ده، القاسم على المشترك الاعظم او الاكبر، القاسم المشترك، القاسم المشترك الاعظم. القاسم المشترك يعني ايه؟ القاسم اللي هو حاجه ينفع تتقسم عليها، مشترك يعني بينهم هما الاثنين، الاعظم اللي هو الكبير بتاعه. فده المثال اللي احنا شفناه. تمام، في الواقع برضو عشان قبل ما اعدي كده بسرعه، يبقى انا كده حسبت هنا في المثال بتاعي ده طلع الجي سي دي بين ال 24 والتسعه والثلاثه. في الواقع الماتلاب عنده الكلام ده، يعني عنده حاجه اسمها الجي سي دي على طول، بيطلع الكومن الجريست كومن ديفايزر ديفايزر بين ال 24 مثلا والتسعه اهي، هيقوم مطلعه على طول. طلعه ثلاثه على طول اللي هو الجي سي دي ده، بس عشان اتاكد ان احنا شغالين مظبوط يعني. فهو طلع الجي سي دي فعلا بثلاثه. احط بقى اي رقمين، جرب واحسب واعمل، طلع الديفايزرز الاول وبعدين نشوف الكومن اللي بينهم وشوف الكبير. طيب الكوليديان بيقول ايه بقى؟ بيقول ان اي تو انتجرز ذات ار ريلاتيفلي برايم، ايه الكلام الكبير ده؟ ار ريلاتيفلي برايم اف زير only common positive integer factor is 1. يعني ايه؟ يعني لو حضرتك عندك رقمين integers two integers والجي سي دي، الجي سي دي اللي هو common greatest common divisor بتاعهم بواحد، يبقى الاثنين دول relatively prime. يعني ايه برايم؟ ايه هي الارقام البرايم اللي هي الارقام الايه؟ ها ايه البرايم نمبرز اللي هي ايه؟ برايم نمبرز اللي هي يا شباب، ها الارقام الاوليه اللي هي لا تقبل القسمه الا على نفسها او الواحد، دي بيسموها ريليتيف برايم، بيسموها برايم نمبرز، اللي هي مثلا ايه؟ الاثنين، الثلاثه، خمسه، السبعه، ها ال 11، 13، 17 and so on. دي بيسموها ايه؟ دي بيسموها البرايم نمبرز. ليه؟ لانه ما ينفعش يقبل القسمه غير على نفسه او على الواحد. ماشي ماشي. لو في عندي رقمين الجي سي دي اللي هو الجريست كومن ديفايزر بواحد بتاعهم، فبنقول عليهم ريلاتيفلي برايم. يعني ايه ريلاتيفلي برايم؟ يعني لما اقسمهم على بعض مفيش حاجه بينهم مشتركه كديفايزرز الا الواحد، عشان كده بسميهم ريلاتيفلي برايم لبعض. مفيش حاجه في الوسط اقدر اقسم ده وده عليها غير الواحد.
عشان كده بسميهم ريلاتيف روم، زي التاني بالظبط كنا بنسميه برايم. ليه؟ لانه ما ينفعش يتقسم على اي حاجه الا نفسه والواحد، مظبوط. هنا برضو تو نمبرز ما ينفعش يتقسم على اي حاجه الا الواحد، عشان كده بنسميهم ريلاتيفلي برايم. زي ايه مثلا؟ ناخد مثال للريلاتيفلي برايم دي، يعني 24 و9 دول هل دول ريلاتيف برايم ولا لا؟ ها، هل ال 24 و9 دول ريلاتيفلي برايم؟ ايه يا شباب، الناس معانا ولا الناس مش يعني مش موجوده ولا ايه بالظبط؟ لا ريلاتيفلي برايم. ليه؟ لان الجي سي دي ب3 مش بواحد. الجي سي دي هنا بكام؟ ب3 مش بواحد. ال 24 و9 مش ريلاتيفلي برايم لبعض. لكن ممكن مثلا حاجه ثانيه لو عايزين نجرب، ناخد مثلا سي مثلا 16 و9 مثلا، 16 و9، 16 و9 دول لو انت عايز تجيب الديفايزرز بتاع كل واحد منهم اهو، عشان برضو نعملها بنفس الطريقة، نجيب الديفايزرز اهو، الديفايزرز بتاعت التسعة اهي، والديفايزرز بتاع الستاشر اهي، ادي الديفايزرز بتاعت التسعة وادي الديفايزرز بتاعت الستاشر، ادي بتوع التسعة هم وادي بتاعت الستاشر اهي. ايه اللي كومن بينهم يا شباب؟ الحاجة الوحيدة اللي كومن بينهم هي الواحد، الجي سي دي بينهم واحد. ولو عايز تجيبها حتى بالجي سي دي، الفانكشن بتاعت الجي سي دي اهي، الجي سي دي بين الستاشر والتسعة هو الواحد. فالاثنين دول يعتبروا بالنسبه لبعض ريلاتيفلي برايم. تمام ماشي. هنا بقى بيتكلم على الجي سي دي بشويه تفاصيل، نفس الكلام اللي احنا شرحناه بس مكتوب. الجي سي دي اللي هو الجريتست كومن ديفايزر اوف اي اند بي از ذا لارجست انتجر that divides both A and B. يعني بيقسم أكبر انتجر، يقسم الـ A ويقسم الـ B زي ما شفنا من شوية خلاص. وبيستخدم النوتيشن ده اللي هو GCD of A و B to mean the greatest common divisor of A and B. We also define إن الـ GCD صفر وصفر بيساوي صفر، دي بديهية مفيش فيها حاجة دي. ماشي. Positive integer C is said to be GCD of A and B if. خلي بالك بقى هنا في يعني حتة حلوة، بيقول لك الـ greatest common divisor للـ A والـ B اللي هو الـ C ده، C يساوي GCD of A و B، A و B هو بيقول كده. If C is the divisor of A and B، ده أول شرط. ماشي، يعني C divisor لل A وال C divisor لل B. ماشي، ما طبيعي يعني ال A تقبل القسم على C وال B يقبل القسم على B. ماشي. Any divisor of A and B is a divisor of C. دي حتة حلوة قوي. يعني الديفايزرز التانيين عشان كده ده اسمه greatest. الديفايزرز التانيين اللي هم كومن ما بين الـ او اللي هم الاي اللي هم بتوع الاي والبي، اني ديفايزر اوف اي اند بي، يعني ديفايزر الاي والبي از ا ديفايزر اوف سي. تمام، يعني كمثال مثلا اللي احنا كنا عاملينه من شويه بس احنا مسحناه للاسف، كانت المثال بتاعنا كان 24 وكام و12. طيب خلينا نمسح دي تاني ونرجع المثال بتاعنا، 24 و12 ولا كانت 9؟ كانت 9. كان الكومن ديفايزرز هي ايه؟ الثلاثة والواحد، دي كانت الايه الديفايزرز بتاعتي. بس هنا مش باينه قوي لان مفيش ديفايزرز كتير، يعني خلينا ناخد مثال تاني يبين اكتر. خلينا مثلا ناخد سي
مثلا 32 مثلا، 32 و12 مثلا. طيب عايزين نشوف ايه هي الكومن ديفايزرز ما بين ال 32 وال 12. خلينا نعملها مع بعض بسرعة بالماتلاب اهي. شوف ديفايزرز 12 اللي هي 1 و2 و3 و4 و6 و12. ماشي، يبقى 1 و2 و3 ها كام؟ و4 و6 و12. ماشي، طب وال 32 اخبارها ايه؟ هيبقوا كتير. الواحد والاثنين والاربعه، واحد واثنين واربعه وثمانية وستاشر واثنين وثلاثين. تمام، دي الديفايزرز جبناها هي بتاعت كل واحد منهم. ايه الكومن بقى؟ الكومن خلينا نعلم عليه، الواحد موجود في الاثنين اه، طب الاثنين موجود، الاربعة موجودة، طب الثلاثة لا مش موجود، طب الستة لا مش موجود، طب الثمانية برضو مش موجود، طب الستاشر لا خلاص، يبقى هي الواحد واثنين واربعة اهي. واحد واثنين واربعة. في حاجة تانية كومن بين الاثنين؟ في يا شباب؟ لا. يبقى الجي سي دي بتاعنا اللي هو الكومن جريس بين ال 32 وال 12 كام؟ أربعة. تمام. هو بقى بيقول لك ايه في الـ البروبرتي اللي هو قالها دي، بيقول لك ان الاربعه دي تقبل القسمه على اي كومن ديفايزرز بين ال 12 وال 32، اي كومن ديفايزرز اخرى. طب فين الكومن ديفايزرز الاخرى؟ الواحد والاثنين. هل الاربعه تقبل قسمه على الواحد وتقبل قسمه على الاثنين؟ اه تقبل، تقبل قسمة على واحد وتقبل قسمة على اثنين. ماشي يا جماعة؟ يبقى إذا مجموعة الكومن ديفايزرز، المجموعة بتاعت الكومن ديفايزرز اللي هي واحد واثنين واربعة، فالاربعة دي هتبقى هي الجي سي دي. وبنقول ان الواحد والاثنين اللي هما فاضلين دول يعتبروا ديفايزرز للاربعة. ده اللي هو بيتكلم عليه. تمام. هنا بقى بيحطها هي في صوره ديفينيشن ان الجي سي دي اوف اي وبي اللي هو الجريست كومن ديفايزر ما بين الاي والبي عباره عن الماكسيمم اوف كي. كي دي اللي هي مين؟ الديفايزرز. دي اللي هي الديفايزرز ساتش ذات ان الكي بتديفايدز الاي والكي بتديفايدز البي بس. يعني ده الشرط اللي عنده، يعني هات لي كل الديفايزرز بتاعت الاي وهات لي كل الديفايزرز بتاعت البي وهات لي المشترك اللي بينهم وهات لي الماكسيمم بعد كده. ده الديفينيشن اللي قدامنا ده. يبقى الماكسيمم اوف كي من الكي دي ساتش ذات ان الكي بتديفايدز الاي والكي بتديفايدز البي. تمام. يبقى هات الاي كل الديفايزرز بتاعته، البي هات لي كل الديفايزرز بتاعته وهات لي عشان الشرط ده يتحقق الكومن، يعني الكومن اللي بين المجموعه دي والمجموعه دي، هات لي الكومن دول حطهم يبقى هم دول الكومن ديفايزرز، وبعدين هات لي بعد كده الماكسيمم عشان اطلع الجي سي دي. تمام. Because we require that the greatest common divisors be positive، الجي سي دي ده بيكون بوزيتيف، فالجي سي دي بتاع الاي والبي هو نفسه الجي سي دي بتاع الاي والماينس بي، هو نفسه الجي سي دي بتاع الماينس اي والبي، هو نفسه الجي سي دي بتاع ماينس اي وماينس بي. يعني نقدر نقول كده ان جنرال، يعني ان الكومن الجريتست كومن ديفايزر، لان انت لو في كومن ديفايزر سالب اكيد مش هيبقى جريتست، يعني مش هيبقى كبير، انا عايز اكبر واحد. فلو كان حتى في الديفايزر ساعتنا قيم سالبه ملهاش معنى، لان انا في الاخر انا عندي
يعني اكيد اكيد في الواحد اكيد بيبقى كومن، اكيد اي رقمين لو انت جيت تعملهم الواحد هيبقى كومن، فاي قيمه سالبه هتبقى اقل من الواحد، فخلاص كل القيم السالبه دي ما عادش لها معنى. يبقى الجي سي دي بين اي رقمين نقدر نقول ان الجي سي دي الكومن جريس ديفيزر عباره عن الجريتست كومن ديفايزر بين الابسولوت فاليو للاي والابسولوت فاليو للبي. يعني لو انا قلت لك احسب لي الجي سي دي ما بين ال 60 وال 24، السالب دي ما تبصلهاش خلاص ولا كانها موجوده، وهات لي ما بين ال 60 وال 24 على طول على طول. ماشي يا شباب، ما تدورش بقى على السالب دي خالص. طيب also because all non zero integers divide zero، ماشي، we have ان الجي سي دي ما بين الاي والزيرو برضه هو الابسولوت فاليو بتاعه الاي، لان احنا عارفين زي ما قلنا من شويه كل الانتجرز النون زيرو انتجرز بتديفايد الزيرو، يعني قلنا ان الصفر على اكس بيساوي صفر، فالاكس يعني اي انتجر بيديفايدز الزيرو، تمام، اي اكس اي انتجر. يبقى اذا الجريتست كومن ديفايزر بين الاي والصفر هيبقى هو مين؟ هيبقى هو الاي. تمام يا شباب، تمام. يعني لو خدت مثلا نفس المثال اللي احنا عملناه ده 32 و12، كنت خدت مثلا 32 او 12 و0 12 و0 ماشي. طيب ما ال 12 بتديفايد الصفر، يعني في صفر هنا كمان، ده بديهي ماشي، تمام، وهنا في صفر. طب في حاجه ثانيه؟ مفيش، يبقى خلاص، يبقى هو الجريتست كومن ديفايزر هو الايه. ماشي يا شباب، مهما انت حطيت بقى اقصى حاجه هي ال 12، لان ال 12 عندنا موجوده. ماشي يا شباب، تمام. يبقى الجريس كومن ديفايزر بين الاي والصفر هو نفسه الاي. وستيت ذات تو انتجرز اي وبي ار ريلاتيفلي برايم اف زير اونلي كومن بوزيتيف انتجر فاكتور از 1، الجي سي دي بتاعهم بواحد. تمام، كمثال مثلا 8 و15، ماشي 8 و15 فعلا ريلاتيفلي برايم، لان لو هتحسب الجي سي دي ما بين ال 8 وال 15 يطلع بواحد. عايز تتاكد حتى هي باينه، يعني الجي سي دي ما بين ال 8 وال 15 ايه اللي ال 8 تقبل اسم عليه وال 15 الكومن اللي بينهم؟ ما فيش اصلا غير الواحد، الجي سي دي بواحد، فعشان كده الاثنين يبقوا برايم لبعض. ال 8 الديفايزرز بتاعت ال 8 ال 1 و2 و4 و8، الديفايزر بتاعت ال 15 اللي هي ال 1 و3 وال 5، ال 1 و2 و4 و8، ودي ال 1 و3 وال 5 وال 15. طب ايه الكومن اللي بينهم؟ هو الواحد بس. The only integer in both lists، الوحيد الكومن ما بين الاثنين لست دول هو الواحد، يبقى عشان كده الجي سي دي بواحد، يبقى 8 و15 دول ريلاتيفلي قريب لبعض. يعني تمام التمام. طيب ده بقى اللي هو يوكليديان الجوريزم اللي احنا قلنا عليه، بتاع الالجوريزم بتاع اقليدس اللي بيحسب الجي سي دي. لو انا عندي بقى اي تو نمبرز وعايز احسب الجي سي دي، انا هنا حسبتها بالماتلاب اهي بسهوله. طب افرض انا ما عنديش ماتلاب، عايز اعمل الجوريزم او عايز اعمل كود صغير، فهو مديك الجوريزم بسيط عشان يحسب الكومن الجريتست كومن ديفايزر بين تو انتجرز اي وبي. فعنده هنا مخزن اهو، ده كالجوريزم يعني برنامج بقى. فانا عندي مخزن لوكيشن في الميموري اسمه ايه، وعندي لوكيشن في الميموري اسمه بي، وعندي لوكيشن اخر هسميه الار اللي هو الريميندر، ده باقي القسمه. انا داخل الالجوريزم معايا رقمين، عايز اجيب الجي سي دي، الجي سي دي بينهم زي ما انا كنت هنا بعمل في المثال ده اهو، كان عندي 32 و12 وعايز اجيب الجي سي دي بينهم، فانا داخل عندي 32 و12. فانا عندي اول حاجه بشوف مين الاكبر، لو الاي اكبر من بي ولا ايه الوضع، يعني الاي ده فيه قيمه والبي قيمه، الاي اكبر من بي لو يس هخش على الالجوريزم بتاعتي، لو نو هعمل سوابنج عشان اضمن دايما ان الكبير هنا، الكبير موجود هنا. بس دي اول خطوه هو بيعملها عشان يخش على الالجوريزم، وعايز ان القيمه اللي تبقى موجوده في الاي هي الكبيره. فلو انا داخل ولقيت ان القيمه اللي في موجوده في البي هي الصغيره هعمل لهم سواب، لو نو هعمل سواب وارجع تاني اكمل بقى في الالجوريزم بتاعي. يعني الحته دي بس كده مجرد ان انا بعمل بضمن ان القيمه اللي موجوده في المخزن ايه هي القيمه الكبيره، تمام. لو ما كانش يعملهم سواب واكمل بعد كده يعمل ايه؟ هيقسم الايه على البي، اهو هيقسم الايه على البي،
والريمايندر يحطه فين؟ في الار اللي هو باقي الاسم. يبقى الاي على البي واحط الريمايندر فين؟ في الار. طيب وبعدين هل الار بيساوي صفر؟ هل وصلنا من الار بتساوي صفر ولا لسه اكبر من صفر؟ هو باقي الاسم ده يا هيساوي صفر يا يكون اكبر من صفر. احنا اتفقنا على كده ان هو مفيش باقي الاسم ده مبقاش نيجاتيف، باقي الاسم ده بقى دايما بوزيتيف. ماشي تمام. فهو هيشوف باقي الاسم، هل باقي الاسم وصل للصفر؟ لو وصل صفر يبقى الالجوريثم خلص، وهيبقى القيمه اللي جوه البي دي هي دي الجي سي دي بتاعي. ماشي تمام. طب لو مش اصغر يعمل ايه؟ خلي بالك بقى، شوف الالجوريثم ماشي ازاي. لو لسه الريميندر ما وصلش للصفر هيريبليس الاي وز بي، يعني يعمل ايه؟ يعني القيمه اللي هنا يحطها هنا، ويريبليس البي وز ار، يعني القيمه اللي هي كانت ريميندر هنا يدخلها مين؟ مكان البي، ويعيد القصه دي تاني. ماشي، يعني ينقل القيمه من البي يحطها هنا في الاي، وينقل القيمه اللي جوه الار يحطها جوه البي، وبعدين يعيد تاني، يعني يقسم الاي على بي ويطلع الريميندر الجديد. ماشي طيب نشوف الكلام ده، نعمله ران اهو. الجدول اللي قدامنا ده انا بادئ ادى الاي اهي وادى البي، فخلاص الخطوه الاولانيه دي فكك منها خلاص، ان ضامنين دلوقتي ان الايه القيمه اللي هنا هي الكبيره. تمام تمام. خلينا بقى عشان نرن البرنامج اهو، هذا الاي اللوكيشن اللي اسمه الايه الفاريبل يعني اسمه الايه، وده البي وده الايه الار. فانا بادئ اهون ادى قيمه الايه اهي وادى قيمه البي، ده انا لسه بادئ كده بسمي، هقسمهم على بعض هيطلع لي الكوشنت اهو باقي الاسم، وهيطلع لي الريميندر اهو ده دي قيمه الاسم كي 1 3 والريميندر بالرقم الكبير اللي احنا شايفينه قدامنا ده. يبقى الار دلوقتي بصفر ولا مش بيساوي صفر؟ لا مش بيساوي صفر. خلاص يوم يعمل ايه؟ ها يعمل ايه؟ يعني قيمه هنا في الاي وده قيمه في البي، اقسمهم على بعض وطلع الار. يوم يعمل ايه؟ القيمه اللي جوه البي يقوم ناقلها هنا في الاي، والقيمه بتاعه الار يقوم ناقلها تاني فين؟ هنا في البي، ويقسم الاي على البي تاني اهو. هذه القيمه بتاعه البي هينقلها هنا في الاي، ده الاي اهو وده البي وده الار، هيقوم حاططها هنا، والار ده هيقوم حاطه هنا اهو، وبعدين يقسمهم على بعض تاني ويطلع الريميندر الجديد. تمام تمام. طيب الريميندر الجديد ده بيساوي صفر؟ لا ما بيساويش صفر. يقوم يعمل ايه؟ اه ده الشرط اه سواء صفر ولا لسه، يقوم راجع تاني عامل الكلام ده اهو، ريبليس اي وذ بي، يعني القيمه اللي جوه البي يحطها في الاي، ريبليس بي وذ ار، القيمه اللي جوه الار يحطها في البي، وبعدين اقسم الاي على البي تاني وطلع الريميندر الجديد. تمام اه نفس الكلام اه. يبقى القيمه دي اه يحطها جوه الاي اهي، والقيمة بتاعت الريميندر يحطها في البي، وبعدين يقسم ايه على بي تاني، ايه على بي اهي ايه على بي، ويطلع الريميندر التاني. هل الريميندر يساوي صفر؟ لا، يقوم نعمل نفس الكلام بالظبط، ياخد القيمة دي يحطها هنا اهي، وياخد الريميندر ده يحطه هنا اهو، وبعدين يقسم ده على ده ويطلع الريميندر الجديد، ويفضل ماشي بقى بالقصة دي كده لغاية فين؟ لغاية ما الريميندر بيساوي صفر. أول ما الريميندر يساوي صفر القيمة الحالية اللي موجودة في المخزن بي هي دي الـ GCD. ماشي؟ اللي هو آخر ريميندر حصلت عليه في السلسلة دي قبل ما أوصل للصفر. آخر ريميندر وصلت ليه قبل ما أوصل للصفر هو ده هيبقى الـ GCD. تمام يا شباب، اللي هو الجريتست كومن ديفايسر. واضح يا شباب؟ واضح الالجوريزم؟ اه لو احنا عايزين نعملها بالرنج هو هنا بنشرح الالجوريزم شغال ازاي، يعني لو انا عايز اعمل كود عشان ابني اللي هو الراجل اسمه فيكليدن الالجوريزم ده، فده الالجوريزم اهو، وده مثال عليه اهو، وده حتى هو بيرن ال اهو 710 عباره عن كام في كام؟ 2 في 130 زائد 90
ده الـ A وده الـ B وده الـ R. فأنا بعت ب710 على 310، طلع فيها الاثنين ويتفضل 90. طيب هقوم واخد دي حاططها هنا، والريميندر ده احطه هنا واكمل واقسم ايه على بي. ده البي يعني. ده الار. ماشي اهو، واكمل يبقى هذا الاي على البي وده الار. طب الار بصفر؟ لا لسه. اقوم ايه احط البي مكان الاي والار مكان البي واقسم تاني، طلع كام الريميندر الجديد؟ 10. اكمل احط ده هنا في الاي، البي في الاي والار في البي، 40 صار 4 زائد 0 هنا اهو، ريميندر بقى في 0. يبقى ده اهو اخر ريميندر قبل ما اوصل للصفر، هو ده الجريتست كومن ديفايسر. تمام. انما لو انا عايز احسبها انا، يعني انا لو انا عايز احسبها مثلا في الماتلاب ولا حاجه، هستخدم الفانكشن على طول وايه وتطلعها لي على طول بالماتلاب. اقول له هات هات الجي سي دي، اقول له هات لي الجي سي دي واحط له الرقمين اللي عندي اهم، مش عارف الارقام دي لانها للاسف صوره يعني هتطول معانا نقعد ننقل كل ده، مش مشكله يعني. المهم لو حسبناها بالماتلاب هتلاقيها تطلع هي نفس القيمه اللي احنا عملناها دي. لكن ممكن مثلا حاجه زي كده نحسبها سهله، 710 و310 دي، يعني حسبنا 710 يعني عشان تبقى اسهل الكتابه، يعني 710 و310 اهي 10 على طول، ده الجي سي دي ما بين 710 و310. دي فانكشن مبنيه ازاي الفانكشن دي؟ هو ده السؤال بقى. يعني هو جي سي دي عباره عن فانكشن في الماتلاب، الفانكشن دي ككود مبنيه ازاي؟ مبنيه كده زي ده كده، نفس الكود ده، نفس الالجوريزم ده بالظبط، اللي هي بكليديان الجوريزم. طيب تمام خلاص، يبقى احنا دلوقتي فهمنا يعني ايه ديفيزابيلتي، وفهمنا يعني ايه الكومن ديفايزر، ومين هو الجريتست كومن ديفايزر، وخدنا البروبرتيز بتاعنا بتاعته، وازاي نحسبه اللي هو الفايندنج ذا الجي سي دي اللي هو الجريتست كومن ديفايزر. ليه احنا عملنا الكلام ده او ليه شرحنا الكلام ده؟ ده مدخل عشان نبتدي نتكلم على حاجه مهمه جدا اللي هي الموديولر اريثماتيك. الموديولر اريثماتيك، واحنا اتكلمنا على موضوع الموديولر اريثماتيك ده برضو قبل كده شويه لما كنا بنتكلم على الشابتر بتاع اظن الاي اس تقريبا، الاي اس كنا محتاجنا في شويه حاجات كده، فكنا خدنا مقدمه سريعه عن الموديولر اريثماتيك. طيب نخش بقى على الموديولر اريثماتيك وركز معايا بقى. اول حاجه ايه المودولس؟ ايه هو المودولس اللي هو ايه؟ بيقول لك لو انت عندك انتجر ايه، ده التعريف البسيط خالص، انتجر ايه و ان از ا بوزيتيف انتجر، وديفاين ان الاي مود ان اللي هي موديولو ان، اي موديولو ان تو بي ذا ريميندر هو ان اي از ديفايدد باي ان. يعني انا بقسم الاي على الان، ها بقسم الاي على الان اجيب الريميندر، الريميندر ده هو ده اللي هو الاي موديولو ان. في الحاله دي الان دي اسمها المودولس، الان دي بيسموها ايه؟ المودولس. طيب ان از كولد الاي المودولس. ماشي يا شباب؟ يبقى انا لو بقسم اي على الان، الريميندر هو اللي احنا بنسميه ايه؟ بنسميه A موديولو N اللي هي دي. تمام. وهنا الصيغة العامة اللي احنا كتبناها قبل كده، ان الـ A بتساوي QN اللي هي الكوشنت مضروب في المودلس زائد الريميندر. يبقى A تساوي الكوشنت مضروب في الـ N اللي هي المودلس زائد الار، حيث الكوشنت اللي احنا قلنا عباره عن ايه الكوشنت ده؟ اللي هو حاصل القسمه، العدد الصحيح اللي بيطلع. يعني 10 على 3 فيها كام؟
فيها الثلاثه، هو ده الايه، الثلاثه دي هي الكوشنت ماشي. واللي احنا قلناها ان هي بتتنطق على عباره عن الكيو هي الفلور بتاع الايه على الان، يعني الفلور اوف اي ديفايد باي ان. لو انا قسمت الايه على الان اللي هو المودلس، الايه انتجر ما اقسمه على المودلس اللي هو الان، هيطلع لي عدد صائع اللي هو الكيو اللي سميناه الكوشنت، او اللي هو عباره عن الناتج القيمه الصحيحه الناتجه من القسمه زائد الار اللي هو الريميندر اللي هو اكيد هيبقى اقل من الان. اكيد طالما انا بقسم على ان يبقى اكيد الار ده اللي هو الباقي حتى اصغر من الان شويه. وهنا حتى بكتبها هون ان الايه بتساوي فلور اوف ايه على ان ملتبلايد باي ان زائد ايه موديولو ان. خلي بالك بقى من النوتيشن ده. ليه بقى خلي بالك من النوتيشن ده؟ هقول لك. لو انا عايز احسب مثلا 11 موديولو 7، 11 على 7، خلينا ناخد السبوره بتاعتنا ونشوف باقي الاسم. حداشر موديولو 7 يعني 11 على 7 الباقي بتاعها كام؟ 11 على 7 فيها الواحد ويتبقى 4، يبقى 11 موديولو 7 ب 4 ماشي. دي سهله. طب المثال الثاني بيقول لك ناقص 11، ناقص 11 موديولو 7 بكام؟ ها ناقص 11 موديولو 7 بكام يا شباب؟ هنا دي ناقص، ناقص 11 على 7 فيها الكام؟ فيها الواحد ولا الاثنين؟ يعني 11 على 7 فيها الواحد وتبقى 4 صح؟ 11 على 7 فيها الواحد ها وتبقى 4 مظبوط ولا ايه؟ يعني نقدر نقول ان الكلام ده ال 11 بتساوي 4 اس 1 قصدي في 7 زائد 4 اهو. دي الناتج اللي طلع اللي هي 11 على 7 فيها الواحد، يبقى 1 في 7 زائد 4. هنا بقى بالسالب اتعمل ازاي؟ لو احنا عملناها بالسالب ناقص 11 موت 7 هيساوي كام؟ لو انا خدتها بناقص 1 يعني بتساوي ناقص 1 في 7 زائد زائد كام بقى؟ ها عشان العقاد العلاقه دي تبقى سليمه يبقى ناقص كام؟ ها ناقص كام يا شباب؟ دي علاقه رياضيه سهله يعني. ناقص 11 بيساوي ناقص 1 في 7 زائد كام؟ هنا انا محتاج ازود ناقص 4، واحنا قلنا ان الريميندر بيكون بوزيتيف من صفر لان مش هينفع، يبقى في حاجه غلط كده ماشي. طب امال ايه الحل بقى؟ لا ده انا هقول ان دي بيساوي ناقص 2 في 7 طب ناقص 14، لانه واقعيا يا شباب ناقص 14 اصغر من ناقص 11 زائد كام في الحاله دي بقى؟ زائد 3 يبقى صح كده. يبقى الريميندر هنا بكام؟ ب 3 وحاصل القسمه كام؟ ناقص 2 ماشي يا شباب. لان احنا ما ينفعش الريميندر يبقى بالسالب، يبقى بالسالب ازاي؟ ما ينفعش، ما لهاش معنى يعني. يبقى ناقص 11 هتساوي ناقص 2 في 7 زائد 3. يبقى لا، عايزين نقول بقى ايه من هنا؟ لو انا عايز احسب ناقص 11 موديولو 7 هيساوي كام؟ هيساوي 3 تمام؟ تمام. عشان كده يا شباب في فانكشن حتى في الماتلاب اسمها الفلور. اسمها ايه؟ الفلور، لان تعريف الفلور مختلف شويه عن الكوشن. الفلور تعريف شويه مختلف عن الكوشن. الفلور تعريفه هو اصغر قيمه، اصغر قيمه قريبه من القيمه اللي انت بتقسمها على الان ماشي. يعني انا عندي قيمه عايز اقسمها على ان عشان اجيب اكس مثلا، عشان اجيب اكس موديولو ان اجيب الريميندر. فتعريف الفلور هو اصغر قيمه متاسف اقرب قيمه لل 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 لل
للاكس وتكون اصغر منه. ماشي يا جماعه؟ اقرب قيمه للاكس وتكون اصغر منه. ماشي يا شباب؟ عشان كده سميناها الفلور. تمام. والفلور دي موجوده في الماتلاب برضه على فكره. يعني مثلا لو انا جيت دلوقتي قلت له فلور اوف مثلا اللي احنا عملناه من شويه 11 على 7. 11 على 7 بكام يا شباب؟ بواحد ها وحته، واحد وحته اللي هي 1 في 7 ب 7. يبقى اذا اقرب قيمه تضربها في السبعة علشان تبقى قريبة من 11 واصغر منها مش اكبر منها هي الواحد. طب لو عملنا فلور ناقص 11 هيطلع كام في الحالة دي؟ ها الفلور بكام؟ بناقص 2. ليه؟ لان ناقص 2 في 7 بناقص 14. دي يعني تعتبر اقرب قيمة للناقص 11 واصغر منها، واصغر منها. لو انا مثلا ضربت في ناقص 1 هتطلع ناقص 7، ناقص 7 دي اكبر من ناقص 11. طب ناقص 2 ناقص 14، طب ناقص 3 هتبقى ناقص 21، دي بعيده قوي، اصغر من ناقص 11 بكتير. ماشي؟ فاقرب قيمه تتضرب في 7 بحيث ان الناتج يكون قريب من ال 11 واصغر منها مباشره هو ده اللي هنسميه الفلور. عشان كده استخدمنا احنا النوتيشن بتاعه الفلور في الايكويشن دي، لان الكوشنت لو انا قلت كوشنت بس ممكن ما رياضيا يعني ممكن حكايه ان هي تكون اصغر واكبر دي مع السالب مش هتظبط معاك، مش هتظبط معاك. عشان كده هنا قيدوها بموضوع الفلور ده. تمام. طيب في عندنا تعريف تاني هنا بقى، حاجه تانيه جديده اسمها الكونجرانت موديولو ان. كونجرانت ايه الكونجرانت ده؟ لو انا عندي تو انتشرز اي وبي بحيث ان الاي مود ان بيساوي البي مود ان، اي مود ان يعني باقي القسمه بتاعت الاي على الان زائد الريميندر يعني بيساوي الريميندر بتاع البي على الان، يبقى الاي والبي دي ار سيت تو بي كونجرانت موديولو ان. الاثنين كونجرانت، الاثنين كونجرانت موديولو ان. ماشي؟ كونجرانت لبعض بس انا بقسم على الان. ماشي يا شباب؟ زي ايه مثلا؟ يعني 23 مثلا موديولو 10 و33 موديولو 10. الان هي الان، ال 23 هي الايه وال 33 هي البي. 23 موديولو 10 كام؟ باقي القسمة كام هنا؟ 3. طب هو القسمة هنا كام؟ 33 على 10 برضه 3، صح ولا ايه؟ باقي القسمه 23 على 10 فيها الاثنين وتبقى 3، 33 على 10 فيها ال 3 وتبقى 3، يبقى الريميندر ده هو الريميندر ده، صح؟ يبقى في الحاله دي اقدر اقول ان الـ A والـ B كونجرانت موديولو 10. تمام يا شباب؟ تتكتب ازاي بقى دي؟ تتكتب بالشكل ده. A كونجرانت B موديولو N. خلي بالك الايه العلامة دي مش شبه يساوي، ده شبه التكافؤ كده بس يعني كبيرة شوية، الشرطة بتاعتها كبيرة شوية. يبقى الـ A congruent B موديولو N. congruent B موديولو N. الـ A والـ B congruent معناها ايه؟ أول ما تشوف الشكل ده كده تترجمه لده على طول. يعني الـ A موديولو N بيساوي الـ B موديولو N على طول. A congruent B موديولو N معناها ان الـ A congruent، ان الـ A موديولو N هي نفسها الـ B موديولو N. تمام. كمثال مثلا اهو جايب لك بيقول لك ان ال 73 وال 4 الاثنين congruent موديولو 23. طب والله نتاكد، حابين نتاكد من القصه دي. نتاكد منها ازاي؟ والله هجيب الموديولو، على فكره الموديولو دي موجوده في الماتلاب برضه. يعني لو انا عايز اجيب الباقي يعني اللي هو الريميندر اللي هو الموديولو يعني موجود عندي، يعني اقول له 4 موديولو 23 اهي الفانكشن اسمها موديول. ماشي؟ كام على كام؟ 4 و 23. يعني انا كده بجيب 4 موديولو 23 تطلع 4. طب الرقم الثاني كام؟
73، يبقى هقول له موديولو 73 23 برضو كام؟ 4. مظبوط. يبقى اذا دلوقتي 73 موديولو 23 و4 موديولو 23 بيساوي 4، الاثنين بيساوي 4، الاثنين بيساوي بعض. يبقى نقدر نقول كده ان 73 وال4 كونجرنت موديولو 23. تمام؟ يبقى 73 هتبقى كونجرنت 4 موديولو 23، الاثنين كونجرنت لبعض. تمام يا شباب؟ تمام؟ تمام. ودي ترجمتها زي دي بالظبط اهي. يبقى اذا دي معناها ان 73 موديولو 23، 73 موديولو 23 بيساوي 4 موديولو 23. ترجمها كده على طول عشان ما تتلخبطش يعني. طيب ال21 والناقص 9 اخبارهم ايه؟ والله نحسبها. ال21 موديولو 10، تحسب لي كده 21 موديولو 10 تطلع كام؟ ال21 موديولو 10، 21 10 فيها الاثنين تبقى 1، يبقى بواحد. طب الناقص 9، ناقص 9 موديولو 10 بكام؟ برضو بواحد، لان 1 في 10 ب 10، ويتفضل 1 في قصدي في في ناقص 1، ناقص 1 في 10 بناقص 10، ناقص 10 يبقى الريميندر بواحد، صح ولا ايه؟ زي ما عملناها من شويه اهي، ما تتلخبطش اهي. نعملها الثانيه بتاعت السالب دي عشان انت ممكن تتلخبط. من احنا بنقول ايه؟ ناقص 9 موديولو 10، الكلام ده هيساوي حاجه ناقص 9 زائد ريميندر. تمام. كام في ناقص 9؟ هنا 10 يا شباب مش 9، دي 10، دي ال N. نقسم على 10 يبقى تبقى حاجة في 10 اللي هي كيو ان زائد الار. ماشي؟ تمام. هنا هضرب في كام؟ ناقص 1، ناقص 1 في 10 بناقص 10 زائد كام؟ زائد 1 تطلع كام؟ ناقص 9. تمام؟ تمام. جميل جدا. يبقى دلوقتي فعلا اهو ال 21 موديولو 10 بواحد، والناقص 9 موديولو 10 برضه بواحد، فكده اذا الاثنين ايه؟ يبقى الاثنين بنسميهم كونجرنت موديولو 10، الاثنين ال 21 ناقص 9 كونجرنت موديولو 10. وخلي بالك بما ان الموديولو 10 2 بواحد، هما الاثنين بواحد. تمام؟ تمام. طيب هنا هناخد بعض، واضحه الشباب دي ولا ايه؟ نكمل. يا سلام. في مجموعه الموضوع الكونجرنسز ده البروبرتيز بتاعتها، الكونجرنس هاف ذا فولوينج بروبرتيز. اول حاجه لو الايه كونجرنت بي موديولو ان، يعني الايه موديولو ان بيساوي البي موديولو ان، معناها ان الاي بتديفايدز الاي ناقص بي. معناها ان الان بتديفايدز الاي ناقص البي. ماشي يا شباب؟ يعني اي ناقص بي تقبل القسم على ان، دي معناها كده، دي معنى البروبرتي الاولانيه دي. طب ناخد عليها مثال، ناخد مثال هنا بيقول لك مثلا اهو 23 وال8 كونجرنت موديولو 5، الاثنين كونجرنت موديولو 5. ماشي. فاذا 23 ناقص 8 ها اللي هي ايه ناقص بي تقبل القسم على ال اللي هي الخمسة. طب والله نشوف كده الكلام ده مظبوط ولا لا. 23 موديولو 5 بكام عشان نشوف يعني هل هما الاثنين فعلا كونجرنت ولا لا.
23 مديول و5 نحسبها كده، ناخدها في السبوره ونحسبها. نجيب الاول 23 مديول و5، 23 على 5 فال 4 بقى 3، يبقى 3. طب ال 8 مديول و5 بكام؟ 8 على 5 فيها الواحد وتفضل 3، يبقى لل 23 وال 8 دول كونجرنت مديول و5. ماشي تمام، دي فهمناها. بيقول لك بقى ايه؟ طب 23 ناقص 8 هيساوي كام؟ هتساوي 15. طب هل الثلاثة بالديفايد ال 15؟ يعني ال 15 تقبل قسم على 3؟ صح، كلام مظبوط، القاعدة سليمة. ماشي يا شباب؟ تمام. هنا هو كاتبها ايه؟ كاتبها كشرط. يعني هو مديها لك هنا كشرط، بيقول لك لو الـ A ناقص B تقبل القسم على N يبقى الاثنين كونجرنت لبعض بالنسبة لـ N على طول كده. ده حاجة قاعدة جميلة جدا. يبقى لو انا عندي اي اثنين عايز اشوفهم كونجرنت، اي تو انتجرز عايز اشوفهم كونجرنت مع بعض ولا لا بالنسبه لان، احسب ايه ناقص بي واشوفها بتقبل قسم على ان ولا لا. خلينا نجرب اي رقمين مثلا، وليكن مثلا ناخد مثلا ايه سي 42. ماشي، 3 6، ما بس بحسبها كده بدماغي تبقى ماشي يعني معانا. ماشي، ومثلا ساي 63. كام؟ لا مش هتمشي دي، مش هتمشي دي. خلينا نقول 44 عشان تبقى أسهل يعني، 44 و 104 مثلا. خد الـ N بتاعتنا بـ 10. ماشي؟ 44 و 104 و10. طيب أنا عايز أشوف الـ 44 دول كونجرنت بالنسبة لـ 10 ولا لأ. فأنا هعمل إيه؟ هقول 104 ناقص 44 اشوف هل ده يقبل القسمة على 10 ولا لا. 104 ناقص 44 60، 60 على 10 ب 6 خلاص يبقى ينفع. يبقى ال 104 وال 44 كونجرنت بالنسبه لمين؟ بالنسبه ل 10. عايز تتاكد؟ اتاكد اهي 104 اهي في الماتلاب، يا ماتلاب فين اهي، هقول له 104 الموديولو بتاع 104 و10 كام؟ 4. طب 44 برضه 4، يبقى الاثنين كونجرنت ولا مش كونجرنت؟ كونجرنت. ماشي يا شباب؟ تمام. خد بقى اي رقمين او اي مثال وجرب القاعده دي عليها هتلاقيها ماشيه معاك مفيش فيها اي مشكله. طيب القاعده الثانيه بيقول ايه بقى؟ لو الـ A والـ B congruent modulo N يبقى الـ B congruent A modulo N. يعني دي بديهية، دي مش محتاجة قاعدة، يعني دي مش محتاجة قاعدة. هو بيقول لك إن الـ A modulo N بيساوي الـ B modulo N. يعني دي كده، دي الأولانية A congruent B modulo N، معناها ان الـ A modulo N بيساوي الـ B modulo N. فبيقول لك اذا كان دي موجودة كده، اذا B modulo N بيساوي A modulo N. طب وانت يعني، طب ما دي بديهية، يعني قلبهم مكان بعض يبقى هي بديهية. ماشي يا شباب؟ يبقى الـ A congruent B modulo N هي نفسها B congruent الـ A modulo N. ماشي تمام. القاعدة الثالثة بيقول لك ايه بقى؟ على البروبرتي، البروبرتي الثالثة بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو الـ A congruent B modulo N، يعني ايه؟ نترجمها كده عشان نبقى شايف هنا قدامنا، A modulo N بيساوي الـ B modulo N. دي معنى الحتة الأولانية دي. طب الثانية دي بتقول ايه؟
بتقول لك ان البي موديولو ان بيساوي السي موديولو ان. دي معنى الحته الثانيه دي. اذا الاي موديولو ان بيساوي الحته الثالثه دي، بيقول لك الاي موديولو ان بيساوي السي موديولو ان. طب ما بديهيه خلاص واضحه، الاي موديولو ان هيساوي البي والبي بيساوي السي، يبقى اذا الاي بيساوي السي. يبقى اذا حتى القاعده دي برضو بسيطه جدا ومفيش فيها اي حاجه. تمام، وده مثال على القاعده الاولانيه بتاعت الطرح دي، جايب كذا مثال عليها. احنا عملنا واحد وعملنا واحد تاني بايدينا، يعني كافي ان شاء الله. طيب فهمنا دلوقتي احنا بنتكلم في ايه، عشان بس ما نضيعش. يعني احنا بنتكلم في الموديول الاريثماتيك، عايزين مش الاريثماتيك العادي، لا ده احنا بنتكلم في مش الحسابات العاديه، اريثماتيك يعني حساب بحسب. فانا مش بتكلم بقى الحساب العادي 1 1 يساوي 2 2 3 يساوي 5 2 في 3 بيساوي 6، لا ده هنتكلم على موديولر اريثماتيك، يعني هندخل الموديولو ده في الموضوع. فاول حاجه اعرف لك يعني ايه مودولس وازاي تحسب الموديولر، وبعدين بجيب لك حاجه اسمها الكونجرنت موديول بالنسبه للان. تمام، وجاب لك شويه بروبرتيز معينه للكونجرنسز دي، وبعدين بدا يتكلم بقى ايه، هنخش بقى على الموديولر اريثماتيك نفسه، الحسابات نفسها ازاي اجمع واطرح واقسم واضرب الكلام ده. فبيقول لك الموديولر اريثماتيك اكزهابز ذا فولوينج بروبرتيز. ماشي، ادينا شويه بروبرتيز يا عم الحاج. بيقول لك ايه موديولو ان زائد بي موديولو ان، الكل موديولو ان ها بيساوي ايه زائد بي موديولو ان. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انت عندك رقمين ماشي، وليكن مثلا الرقم الاولاني مثلا سي هنقول 12 ماشي، موديولو مثلا 3، وعند رقم تاني وليكن مثلا 18 برضه موديولو كام؟ موديولو 3. هحسب دي الواحدة وهحسب دي الواحدة، 12 موديولو 3 يعني احنا اخترنا ارقام مش سليمة كده، لان هنا هيطلع صفر. خلينا ناخد حاجة ايه، استنى ناخد مثلا 13 موديولو 3، وهناخد 20 موديولو 3 ماشي. تمام، 13 موديولو 3 هيطلع فيها كام؟ 13 موديولو 3 يعني 13 على 3 فيها 4 وتفضل 1، يبقى دي هتطلع 1. طب 20 موديولو 3 هيبقى فيها 6 وتفضل 2، يبقى دي هتبقى 2. طيب 1 زائد 2 تطلع كام؟ 3. موديولو ان اللي هي 3 تطلع كام؟ 0. الاولانيه دي لو حسبتها تطلع 0. طب الثانيه دي بقى بتقول لك ايه؟ a زائد b موديولو ان، يعني 13 زائد 20 موديولو ان، 13 زائد 20 ب 33 موديول 33 على الان هتطلع برضه بصفر. تمام، يبقى انت لو عندك رقمين جبت الموديول بتاع الاولاني والموديول بتاع الثاني والنتيجه بتاعتهم عملت لها موديول ان، هي نفسها بالظبط انك لو من الاول جمعتهم على بعض وطلعت الموديول ان. واضحه دي؟ نفس الشيء بالنسبه للطرح، نفس الشيء بالظبط، لو انت طرحتهم هما الاثنين من بعض برضه تقدر تطلع الطرح اللي بينهم وايه وتعملها موديولو. ونفس الشيء بالنسبه برضه لايه للضرب. يعني ايه موديولو ان؟ عندك رقمين ايه وبي، هتجيب ايه موديولو ان لوحده وبي موديولو ان وبي موديولو ان لوحده، تضربهم في بعض وبعدين تجيب موديولو ان بعد كده. هي نفسها ان انت كنت تضرب رقمين في الاول مع بعض وتجيب الايه وتجيب الموديولو ان. دي الثلاث قواعد بتاعه الموديولو الارثماتيك. ماشي، دي مجموعه بروبرتيز كده. ماشي، طبعا هنا هو بيشرح القواعد دي زي ما يكون كده بيثبتها كده، فمش هنوجع دماغنا بالكلام ده، خلاص هي واضحه بالنسبه لنا عملناها بالحسابات. ودي اكزامبلز على البروبرتيز اهو، جاب 11 11 مثلا ايه والبي 11 و15، اشتغل على 11 وال15. 11 موديولو 8 ب 3، 15 موديولو 8 ب 7 ماشي، وبعدين جمع ال 3 زائد 7 يطلعوا 10، 10 موديولو 8 بكام؟ ب 2. طيب لو انا من الاول كنت جمعت ال 11 زائد 15 اللي هي تبقى 26، 26 موديولو 8 برضه ب 2، يبقى مره حسبها كده ومره حسبها كده طلع 2 فعلا بيساوي بعضها، لان 26 موديولو 8 على 26 على 8 فيها 3 وتفضل 2. تمام؟ تمام. دي في الطرح برضه اشتغل على 11 وال 8، 11 موديولو 8 ناقص 15 موديولو 8 اللي هي تبقى عباره عن قلنا 11 موديولو 8 اللي هي 1 وتفضل
3 و15 مديون 7 يبقى 3 ناقص 7 هتبقى بناقص 4 ناقص 4 مديون 8 بكام؟ ها مين اللي يعرف يحسبها دي بقى؟ ناقص 4 انا دايما بركز على السالب دي عشان ما تلخبطش فيه. ناقص 4 مديول 8 عشان ما تتلخبطش حطها كده على طول. ناقص 4 بيساوي حاجة، أنا بقسم ناقص 4 على 8 يبقى حاجة مضروبة في 8 زائد الريمندر. فأول حاجة هجربها طبعا أكيد هيبقى حاجة سالب، الحاجة اللي هتحط في المربع ده أكيد حاجة سالب، فهحط سالب 1. سالب 1 في 8 بكام؟ بسالب 8 زائد كام يطلع لي 4؟ ناقص 4 زائد 4 يبقى الريمندر بكام؟ ب4. يبقى اذا ناقص 4 مديله 8 بكام؟ ب4. طب ينفع كنت تاخد حاجه ثانيه؟ شوف جرب، عايز تاخد كام؟ تاخد صفر؟ ما ينفعش. تاخد بوزيتيف؟ برضه ما ينفعش، طالما ده سالب يبقى لازم ده يكون سالب. ماشي؟ طالما ده سالب لازم يكون ده سالب. طيب ناخد ناقص 2، طبعا ناقص 2 في 18 في 8 بيبقى ناقص 16، ده بعيد قوي، ده بعيد جدا. طيب انسقم المثال الثالث اهو، هتبقى 11 مود 8 في 15 مود 8 مود 8 اللي هي 3 في 7 ب 21، 21 مود 8 هتبقى بكام؟ هتبقى 2 في 8 16 اتفضل 5 اهي. بعد كده اضرب 11 في 15 165، 165 مود 8 برضه بايه؟ ب 5. اقسم 165 على 8 او هات 165 مود 8 هتطلع برضه ب 5 اهي، لو مش متاكد اهي. نعملها هنا 165 و8 5 تمام حلو. يبقى دي شويه البروبرتيز ومثال عليها، جميل جدا. نيجي بقى ايه، عايزين نعرف بقى العمليات بتاعه الميدل اريثماتيك ده، اللي هو الطرح والجمع والمعكوس الجمعي والمعكوس الضرب، واحنا اتكلمنا عليها في قبل كده في مثال في المحاضرات، في المحاضره اللي يمكن اللي قبل اللي فاتت او اللي قبلها كمان. في اي اسئله يا شباب؟ ها يبقى احنا دلوقتي بنتكلم بقى على ايه؟ قلنا بقى دلوقتي اهو بالموديولر اريثماتيك، عايزين بقى نبتدي نعرف العمليات الحسابيه هتتحسب ازاي. الجمع، نعرف الجمع نجمع ايه على ايه، والضرب والمعكوس الضربي اللي هو يعتبر الجمع، اللي هو قصدي القسمه، يعني احنا كنا مسمين المعكوس الضربي او القسمه، والمعكوس الجمعي علشان الطرح. دي العمليات الاساسيه في الحسابات، الجمع والطرح والقسمه والضرب. فاحنا هنا القسمه بنسميها ايه؟ بنسميها اللي هي المعكوس الضربي او الانفيرس مالتيبليكيشن. طيب انفيرس اوف مالتيبليكيشن، ماشي. اول حاجه طالما حضرتك بتقول موديولر اريثماتيك يبقى انت لازم الاول تحدد لي الان، يعني قبل ما تشتغل خالص لازم تكون تعرف مين الان. طالما هتعمل موديولر اريثماتيك يعني هتحسب بالنسبه لموديول ان معين. فاحنا هنا مثلا هنشتغل على ان ب 8، هنشتغل على ان ب 8 كمثال، يعني مجرد مثال. عايز اعرف، طالما هشتغل على موديول ان بقى عايز بقى اعرف الجمع هيبقى اخباره ايه والطرح ايه والكلام ده كله بالنسبه لمين؟ بالنسبه لل8. لو غيرت ال8 هيبقى عندي دنيا مختلفه. فانا كل اللي انا بعمله زي ما احنا شايفين قدامنا كده، ان انا هعمل مصفوفه احط فيها من 0 ل7. خلي بالك طالما عندك اريثمتك موديولر، كلمه اريثمتك اريثمتك موديولر معناها ان انت بتتكلم على موديول ان، وطالما بتتكلم على موديول ان يبقى كل حاجه هتطلع اصغر من 7، يعني كل الارقام اللي انت بتتعامل معاها هتبقى اصغر من 7، لان اي حاجه موديوله اصغر من 8، اي حاجه موديوله 8 اللي هو الباقي، باقي القسمه هيبقى اصغر من 8، يعني هيبقى 7 6 8 وهكذا. فحضرتك لما تيجي تحسب اي حاجه موديوله 8 الناتج بتاعك هيبقى يا 0 يا 1 يا 2 يا 3 يا 4 يا 5 يا 6 يا 7 فقط، مش اكتر من كده. فعشان كده انا هحطهم اهم، ادي 0 1 2 3 4 5 6 7 واحط هنا برضو من 0 ل7 وابتدي اشتغل اجمع موديولر اريثماتيك. يعني ايه؟ يعني 0 زائد 0 موديوله 8،
صفر زائد واحد موديولو 8 اهو، يبقى صفر زائد صفر موديولو 8، صفر زائد واحد موديولو 8، صفر زائد اتنين موديولو 8، لغايه صفر زائد سبعه موديولو 8. وبعدين اخش على الصف اللي بعده، واحد زائد صفر موديولو 8، واحد زائد واحد موديولو 8، وهكذا لغايه ما اوصل للاخر خالص، وهكذا لغايه ما املى كل الماتريكس اللي قدامي. ماشي، املى كل المصفوفه دي، يبقى كل الاحتمالات عندي دلوقتي. طالما انا عندي الجدول ده بقى، اقدر بقى لو انت عايز تجمع اي عددين موديولر اريثماتيك 8 انا اقدر اعملها لك على طول، اقدر احسبها لك على طول. ماشي، يعني لما تقول لي مثلا 5 زائد 6، 5 زائد 6 دي بكام في الاريثماتيك العادي؟ ها، 5 زائد 6 بكام؟ ب 11، بتاعت اللي هي بتاعتنا بتاعت زمان، 5 زائد 6 بيساوي 11. لو بنتكلم على موديولو، لو بنتكلم على موديولو 8، ها، لو بنتكلم على موديولو 8 اريثماتيك، ف 5 زائد 6 مش هتساوي 11، هتساوي كام؟ نشوف كده، ادي 5 وادي 6 كام؟ 3. يبقى 5 زائد 6 ب 3. يعني انت تقول له الواحد، تقول له 5 زائد 6 كام؟ يقول لك 11. تقول له غلط. ليه يا عم غلط؟ بس انا شغال موديولو 8 اريثماتيك. فخمسة زي كان زمان يقول لك واحد 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 يساوي اثنين، يعني كان مثال كده ان يعني لا واحد واحد يساوي اثنين، كان زمان الكلام، دلوقتي اتغيرت، ممكن واحد واحد يساوي قيمة تانية. ماشي، تمام. فلو حضرتك بقى عايز تحسب اي حسبة، عندك الجدول قدامك، عايز مثلا كام؟ عايز والله ثلاثة وخمسة، ثلاثة زائد خمسة يساوي كام؟ يساوي صفر. تمام، يبقى ده اسمه الاديشن، تعريف الجمع هيتم ازاي لو انا شغال اريثمتك موديولو 8. اجمع بقى واعمل زي ما انت عايز، هي دي الماتريكس بتاعتك. هتلاحظ بقى من الماتريكس دي حاجه مهمه، ان الماتريكس متماثله. يعني ايه؟ يعني 1 زائد 3 1، يعني نمسح كده عشان يعني لو انا قلت 1 زائد 3 وحسبت 3 زائد 1، 1 زائد 3 ب 4، طب 3 زائد 1 برضه 4. ماشي، ماشي. طيب 5 و 5 و 6 مثلا، 5 زائد 6 تطلع كام؟ تطلع 3. طب 6 زائد 5 برضه 3. ماشي يا جماعه، فعشان كده قلنا ايه؟ الماتريكس متماثل. دي اول ملحوظه. الملحوظه الثانيه هي ايه بقى؟ الملحوظه الثانيه لو تلاحظ كده ان كل صف من الصفوف دي، كل صف في صفر، في صفر. ماشي، الصفر ده مفيد، كل صف في صفر. الصفر ده هيبقى مفيد مين لينا؟ ليه؟ لان لو انا عايز اجيب المعكوس الجمعي اللي احنا هنسميه الاديتيف انفيرس، الاديتيف انفيرس، يعني لو انا عندي اي رقم وعايز اجيب الاديتيف انفيرس اللي هو لما اجمعه، يعني لو عندي مثلا اكس وعايز اجيب الاديتيف انفيرس اللي هو ناقص اكس، بحيث ان المجمع ده على ده المجموع يساوي كام؟ يساوي صفر. اجمعهم فين؟ مش بالارثماتيك العاديه، لا ده هنا بالموديول الارثماتيك. فلو انت عندك اكس وعايز تطلع ناقص اكس بحيث ان هما الاثنين مجموعهم يساوي صفر، ها، فين؟ في الميدل اريثماتيك. يبقى ده اسمه الناقص اكس دي هيبقى اسمها ايه؟ هيبقى اسمها الاديتيف انفيرس. اه مهمه، اه مهمه طبعا. يعني مثلا لما نتكلم على خمسه، الخمسه في الرياضيات العاديه بتاعتنا، خمسه لما اقول لك الاديتيف انفيرس بتاعتها بكام؟ يعني 5 زائد كام تساوي صفر. دي معناها كده في الرياضيات العادية، فده بنسميه الاديتيف انفيرس. يبقى 5 زائد ناقص 5 خلاص، يبقى الناقص 5 دي هي دي الاديتيف انفيرس بتاعت الخمسة، لان كده مجموعهم صفر. طب لو انا شغال اريثماتيك موديولور، 5 زائد كام هيساوي صفر؟ ده اللي هو بنسميه الاديتيف انفيرس، الاديتيف انفيرس. 5 زائد كام بيساوي صفر؟
لازم ارجع للجدول، اروح للجدول اشوف 5 زائد كام، ادي 5 زائد كام تطلع صفر، ادي الصفر اهو، يبقى 5 زائد كام زائد 3، يبقى الاديتيف انفرس بتاع الخمسة هو 3. طب الاديتيف انفرس بتاع الستة مثلا روح على الصفر 2، طب الاديتيف انفرس بتاع السبعة 1، طب الاديتيف انفرس بتاع الثلاثة شوف كده 5، وهكذا. ماشي يا شباب؟ يبقى الاديتيف انفرس موجود لكل الارقام اهو دي، خلي بالك كل الارقام اللي عندي كل صف فيه صفر، معناه ان كل الارقام اللي عندي لها اديتيف انفرس، يبقى الاديتيف انفرس معرف لكل الارقام. ويبقى الاديتيف انفرس لاي رقم اروح للجدول اشوفه مين اللي جمع الرقم ده يطلع لي صفر على طول، او ما طلع يبقى 5 زائد 3 بصفر، يبقى الثلاثة دي هي الاديتيف انفرس اللي هي كانت زمان اسمها ناقص 5. ماشي يا شباب؟ طيب نفس الكلام ده هنعمله في الضرب، المالتيبليكيشن برضه هحط من 0 ل 7 هنا ومن 0 ل 7 هنا، واعمل ايه؟ اضرب واجيب الموديولو 8. طبعا 0 في 0 بصفر، موديولو 8 بصفر، في 1 بصفر، موديولو 8 يعني الصفر دي تطلع لك الصفر هنا على طول، مفيش فيها مشكله، لان 0 موديولو 8 بصفر، وصفر في اي حاجه بصفر. طيب نجي اللي بعدها، 1 في 0 بصفر، موديولو 8 بصفر، 1 في 1 برضه بواحد، 1 في 2 ب 2، 2 موديولو 8 ب 2، وهكذا لغايه 7 هي زيها، يبقى دي 1 في اي حاجه طلعت هي نفسها. ماشي، ناخد ال 2 برضه، 2 في 0 2 في 2، هنا بدات الامور تختلف شويه، 2 في 4 ب 8، 8 موديولو 8 بصفر، 2 في 5 ب 10 موديولو 8 ب 2، لان 10 على 8 فيها الواحد وتفضل 2. طيب 2 في 6، 2 في 6 ب 12، موديولو 8 ب 1 ويتفضل الباقي كام؟ ها 12 على 8 فيها الواحد تفضل كام؟ تفضل 4 ان سو اون. جرب لي مثلا 7 في 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 مثلا في 6، 7 في 6 بكام؟ ب 42، 42 على 8 فيها ال 5 وتفضل كام؟ تفضل 2، يبقى 7 في 6 2. ده ايه الحلاوه دي؟ يعني انا دلوقتي لو جيت هنا اقول لك اضرب لي 7 في 6 بكام؟ 7 في 6 تساوي كام؟ هتقول لي ب 42، اقول لك اه ده زمان في الارثماتيك العادي، لكن انا بتكلم على موديولو 8 ارثماتيك. لو انا بتكلم على موديولو 8 ارثماتيك 7 في 6 هتساوي كام؟ روح على الجدول بقى وشوف، 7 في 6 موديولو 8 ب 2، او احسبها 7 في 6 ب 42، 42 موديولو 8 ب 2. ماشي يا شباب؟ تمام. لما اقول لك 7 في 6 بكام هتقول لي ب 2، مش هكتب بقى جنبها موديولو 8 ولا حاجه، ما انا كاتب اهو، انا شغال موديولو 8 اريثماتيك خلاص مفهومه، مش لازم كل شويه بقى اقول لك اكتب موديولو 8 موديولو 8 موديولو، لا خلاص ما هي 7 في 6 ب 2 خلاص هي كده. ماشي؟ طيب طب انا عايز الانفيرس، يعني ايه؟ يعني انا مثلا عايز اجيب 7 في كام تطلع لي 1، مش الـ مش الـ مش الانفيرس في الـ في الـ في الاديش في الـ في الـ عكس الضرب اللي هو القسمه، يعني ايه؟ يعني خلينا ناخدها في الارثماتيك العادي، 8 في كام طلع 1؟ 8 في 8 صح ولا ايه؟ يبقى كان ال 8 دي هي الملتيبليكاتيف انفيرس بتاع ال 8، المعكوس ال 8 دي هي المعكوس الضربي لل 8، الملتيبليكاتيف انفيرس لل 8. طب انا عايز الملتيبليكاتيف انفيرس لل 8 كام لو انا شغال على اريثماتيك موديولو 8، اعمل ايه؟ اروح اشوف في الجدول 8 في كام يطلع 1. 8 فين هنا غلطنا غلطه كبيره، ما كانش المفروض هنا طالما شغال على موديولو 8 ما ينفعش اقول 8، اقول 7 مثلا. ماشي، خلينا ناخد 7، هنا في 8 انما عندنا هنا بنتكلم موديولو 8، انا اقصى حاجه عندي 7. 7 في كام تديني 1؟ اشوف فين ال 7 اهي، فين الواحد اهو، يبقى 7 في 7 ب 1، 7 في 7 ب 1 دي 7. تخيل انت بقى المعكوس الضربي لل 7 في الموديولو 8 اريثماتيك 7،
ماشي؟ يعني x minus 1 x minus 1 اللي هو المالتيبليكاتيف انفرس بتاع السبعه يساوي 7. هات بقى اي حاجه وشوف. يعني مثلا الاثنين المالتيبليكاتيف انفرس بتاعها بكام؟ مفيش، مفيش ولا واحد هنا. اذا ده كلام خطير جدا، معناها ان في الموديولر اريثماتيك المعكوس الضربي مش دايما موجود، ممكن يكون موجود لبعض الاعداد وما يبقاش موجود للاعداد الاخرى، بعكس المعكوس الجمعي. المعكوس الجمعي موجود لكل الناس، اهو كل سطر فيه صفر، اهو كل سطر فيه صفر، يعني اي رقم فيه قدامه صفر، خد اي صف، اي رقم فيه قدامه صفر يبقى المعكوس موجود، المعكوس الجمعي. انما هنا المعكوس الضربي اللي هو x minus 1 اللي هو يتضرب في x يطلع 1، x في x minus 1 ب 1، صح ولا ايه؟ x minus 1 في الموديل الاريثماتيك مش دايما موجود، ده موجود هنا بس الحالات دي بس، عند الواحد والثلاثه والخمسه والسبعه فقط، مش موجود في بقيه الاعداد. عند الموديول 8 كان ممكن موديول 10 موديول 20 اي كان يعني. ماشي يا شباب؟ تمام، جميل جدا. هذا هذا جدول بيلخص الاتيتيف اند مالتيبليكاتيف انفرس للموديول 8 اهو، من 0 ل 7 كان عندنا في اللي هي ناقص دبليو موجوده، ده طبعا هو بس جابها من الجدول، يعني هو بص على الجدول هنا، بص على الجدول ده وشاف لم الخانات دي كلها اللي هي الخانات الخضراء دي حطها في كولوم واحد. اه الصفر هيبقى صفر، الواحد هيبقى صفر، الاثنين هيبقى صفر، اتاسف الصفر بصفر، الواحد بسبعه، الاثنين بسته، and so on. اه الواحد بسبعه والاثنين بسته والثلاثه بخمسه وهكذا. والدبليو ماينس 1 بص على الخانات اللي فيها كام؟ اللي فيها واحد اهي. الصفر ملهاش، الواحد واحد، الاثنين ملهاش، الثلاثه ثلاثه، الاربعه ملهاش، الخمسه خمسه، السته ملهاش، السبعه سبعه اهي. اهي الواحد واحد، ثلاثه ثلاثه، والخمسه خمسه، والسبعه سبعه، والباقي ما فيهوش. المالتيبليكاتيف انفرس مش موجود. تمام يا شباب؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه الموديولر اريثماتيك. يبقى حضرتك لما هتيجي تشتغل بقى في الموديولر اريثماتيك الاول هيحدد لك الان، يقول لك احنا شغالين في الموديولر اريثماتيك بتاع العشرة، معناها ان انت كل الارقام اللي انت هتلعب فيها من صفر لتسعة، تمام؟ ده من صفر لتسعة، ولو عايز تجمع يبقى لازم يكون عندك جدول زي ده للضرب وجدول زي ده للجمع، وتطلع منه المعكوس الضربي وتطلع منه المعكوس الجمعي وتبتدي تشتغل بقى وتحسب زي ما انت عايز، مفيش مشكله. ماشي؟ طبعا انا ببسط الامور، يعني الامور ما تحسبش كده بالبساطه دي، بس انا بس بفهمك يعني ايه موديول اريثماتيك. طيب هنا بعض البروبرتيز بتاعه الموديول اريثماتيك اللي احنا قلناها من شويه، الكوموليتيف لو، نفس القوانين دي الناس اللي بتقعد تاخد الحساب في سنه ثانيه ابتدائي ولا ثالثه ابتدائي بيديله القوانين دي مع الحساب العادي اللي هو الكوميتيتيف لو مثلا، ها يقول لك ان الدبليو زائد اكس هي الاكس زائد دبليو، يعني 1 و5 هي 5 و1. عندنا برضه في الموديولر اريثماتيك هي هياها الكوميتيتيف لو شغال، يعني دبليو زائد اكس موديولو ان هي نفسها اكس زائد دبليو موديولو ان، طب دبليو في اكس موديولو ان هي نفسها اكس في دبليو موديولو ان. ماشي؟ فده اسمه الكوميتيتيف لو اللي هو التبديل. يعني في الاسوشيتيف لو، ها ده برضه في الرياضات بيقولوه، لو انت بيقول لك دبليو زائد دبليو زائد اكس الكل زائد واي، هو نفسه دبليو زائد اكس زائد واي، يعني كده دي. ها في الموديولو ان برضه في الارثماتيك بتاعنا القاعده دي موجوده سواء في الجمع او في الضرب. الديستريبيوتيف لو اللي هو التوزيع، يعني دبليو مضروبه في اكس زائد واي في القوس كده، لو وزعتها اللي هي دبليو في اكس زائد دبليو في واي برضه اشتغل معاك مفيش مشكله، دي في الاريثماتيك العاديه موجوده، وعندنا برضه في الموديولر اريثماتيك العاديه موجوده. الايدنتيتي اللي هي المعكوس الضربي والمعكوس الجمعي، اه اللي هي الصفر، الايدنتيتي هنا الصفر والايدنتيتي هنا الواحد. ماشي؟ لان صفر زائد دبليو هي نفسها الدبليو، والواحد في دبليو هي نفسها دبليو، بس هنا احنا بنتكلم على مود ان، يبقى دي زيها برضه زي الاريثماتيك العاديه. يبقى الايدنتيتي الايدنتيتي بتاعتنا في الجمع اللي هو الصفر وفي الضرب اللي هو الواحد. وفي الاديتيف انفيرس، خلي بالك هنا في الجدول جاب لك قانون اديتيف انفيرس اللي هو المعكوس الجمعي، ما جابلكش الاديتيف ايه اللي قصدي المالتيبليكاتيف انفيرس، ليه؟ لانه مش موجود لكله، مش متعرف لكله،
لكن هنا عرف لك الاديف انفيرس، الاديف انفيرس فور ايتش، هو بيقول لك لول لكل دبليو جوه الزد ان اللي هي الانتجرز، الزد ان دي اللي هي مجموعه الانتجرز اصغر من الان. يعني لو الان مثلا انت شغال موديولو 8 يبقى من 0 ل 7، لو شغال موديولو 10 يبقى من 0 ل 9 عند سون. زير اكزيست زد ساتش ذات ان دبليو زائد اس بيساوي 0. في طبعا هنا بيقول لك دبليو زائد اس بيساوي 0، هي دبليو زائد زد كونجرانت 0. يعني ايه؟ يعني دبليو زائد زد موديولو ان بيساوي 0 موديولو ان، ماشي، اللي هي 0 يعني. تمام، جميل جدا. احنا خدنا من شويه الراجل اللي هو بتاع مين، قبل ما نكمل لسه في حد عنده اي استفسار في اللي فات؟ معلش يا محاضره، طبعا كلها رياضيات فشويه بتبقى تقيله شويه، لكن يعني كلها امور بسيطه يعني، وانا بشرحها يعني بحاول التفصيل عشان لو واحد وقعت منه حاجه ولا بتاع يرجع يسمعها تاني هيفهم يعني ان شاء الله، فما فيش مشكله ان شاء الله. في اي استفسار لغايه دلوقتي يا شباب ولا نكمل؟ ها طيب تمام. احنا خدنا من شويه اللي هو فيكليديان الجوريثم اللي كنا بنحسب بيه الجي سي دي اللي هو الجريست كومن ديفايسر. هنا بقى في اكستندد، يعني عملوا اكستنشن للالجوريزم ده. الالجوريزم الثاني انا كان عندي اي بي يعني تو انتجرز، وكنت بجيب الجي سي دي بينهم. في الالجوريزم الثاني كنت بجيب الجي سي دي اللي احنا كنا عملناه من شويه وجدول ومش عارف ايه والكلام ده. هنا بقى بيقول لك ايه، لو عندنا تو انتجرز اي وبي، الاكستندد الالجوريزم بتاع بكيليديان ده نوت اونلي كالكوليتس ذا جي سي دي، مش الجريست كومن ديفايزر بس، لا بس اولسو تو اديشنال انتجرز، هيحسب اثنين انتجرز ثانيه اكس واي ساتسفايز ذا فولوينج ايكويشنز. بيحسب تو انتجرز ثانيين اكس واي بحيث ان الاي اكس زائد البي واي هيساوي الجي سي دي. ده كلام جميل جدا، يعني هيظهر لي او هيحسب لي تو انتجرز ثانيين. طبعا انا ما اعرفش ليه هو بيحسبهم، بس خلينا نمشي مع الالجوريزم نفهمه وبعدين نفهم بعد كده يعني ايه الايه الاكس والواي دول، يعني حسبهم ليه ولا ايه هيستفيد منهم في ايه يعني. يبقى بنقول ثاني اهو، انا عندي الاي والبي تو انتجرز، هجيب الجي سي دي بينهم اللي هو الكومن الجريست كومن ديفايزر، هيطلع هو الدي زي ما حسبناها من شويه وعملنا عليها امثله. ده كان الالجوريثم الاولاني اللي هو فيكيليدن الالجوريثم الاولاني. في الاكستندد بقى كمان هيحسب حاجه كمان اسمها اكس وواي. اكس وواي دي بتحقق شرط في منتهى الغرابه، ان الاي والاكس اللي انت قاعد شغال عليهم دول لو ضربت الاي في الاكس والبي في الواي هيطلع لك مين؟ هيطلع لك الجي سي دي برضه. طيب هل الكلام ده مفيد في حاجه؟ مفيد جدا في الانكريبشن، مفيد جدا وهنشوف ليه، ماشي. لكن خلينا اول نفهم الالجوريثم وبعدين نشوف الدنيا ماشيه ازاي. طبعا ده الالجوريثم هو مكتوب كاتريتيف بروسيجر كده، اذا اتحط جوه لوب وقاعد يلف يلف يلف. طبعا زي ما احنا شايفين هي اتريتيف، يعني ار ان بتعتمد على اللي قبليها بواحد واللي قبليها باثنين، يعني لازم يكون عندي ار ان ناقص واحد وار ان اثنين، يبقى انا اكيد عندي انيشال فاليو ار 0 وار 1. دي معناها كده، يبقى انا عندي الاول انيشال فاليو ار 0 وار 1 عشان اقدر احسب ار 2، مظبوط؟ تمام. وبعد بقى بحسب ار 2 والكلام ده نبتدي نتكلم يعني. لان طيب الكيو ان بتعتمد على ايه؟ على ان 2 و 2 ناقص 1، يبقى برضه انا عندي ار 0 وار 1 في الاول، مفيش مشكله. طب بعد كده في عنده اكس ان واي ان. طب الاكس ان دي هتعتمد على اللي قبلها بواحد واللي قبلها بالاثنين وكيو ان، ماشي. يبقى انا برضه هيبقى عندي في انيشال فاليو اكس نوت واكس 1، وعندي انيشال فاليو الواي واي نوت واي 1. ده بقى مبدئيا كده انا اول ما اشوف دي كده معناها ان انا اكيد وانا داخل على الالجوريزم معايا انيشال فاليوز لكل الحاجات دي، ار نوت وار 1 عشان اقدر اجيب ار 2، اكس نوت واكس 1 عشان اقدر اجيب اكس 2، واي نوت واي 1 عشان اقدر اجيب واي 2. بس كده لو انا عندي الست كميات دول اقدر اخش جوه الالجوريزم ده واقعد الف فيه زي ما انا عايز. طب هتلف لغايه امتى؟ هنشوفه. ده مثال، ده مثال اهو على الاكستندد فيكليديان الجوريثم. وصحصح بقى معايا كده عشان ايه ما عادش وقت
يعني ان شاء الله هختم بالالجوريزم ده باذن الله، لان خلاص ما عادش قدامنا ال 10 دقائق، فانا هختم بالالجوريزم ده ان شاء الله ونبقى نكمل بعدين ان شاء الله. بدايه كده انا عندي التو انتجرز اللي انا داخل بيهم هم الاي والبي، اهم دول الاي وده البي، تمام جميل جدا. يبقى كان خلي بالك الاي والبي هحطهم كانيشال فاليوز اللي هي دي R0 R1، هو كده ما معلاش R0 R1 ده هو بادئ منين؟ بادئ من ناقص واحد، يعني ناقص واحد صفر وبعدين الاي بواحد باتنين بتلات، خلاص يبقى احنا هنمشي زي ما هو اي. يبقى نخلي دي ار ناقص واحد وار زيرو ناقص واحد زيرو ناقص واحد، يعني عشان بس هو عامل الاي بتاعته بانكريمنت من اول الواحد في الجدول بتاعنا، فما فيش مشكله. يبقى انا عندي تو انيشال فاليو اسمها ناقص واحد وزيرو، وبعد كده هيبتدي كام؟ هيحط ايه بقى في الانيشال فاليو دي؟ عندي الاي والبي اللي انا عايز اجيب الجي سي دي بتاعهم، هم دول الانبوت بتوعي الاي والبي، هم ما عنديش غيرهم اصلا. فانا الاي والبي اهم هحطهم هنا، هحط الاي في الـ في الـ في الـ في الـ في الار ماينس 1 ماشي، وهحط البي في الار 0. يبقى الانيشال فاليو بتاعتي اللي هي ار ماينس 1 وار 0 احط فيهم الاي والبي. وخلي بالك الاي هنا انا شرطي ان انا هرتبهم بحيث ان الاي اكبر من بي برضه عشان الالجوريزم يمشي معايا، انا هرتبها كده احط الكبير في الار ماينس 1 اللي هو الاي يعني. طيب وبعدين الاول هنحسب الجي سي دي الاول، وبعدين نبقى نبص على الاكس والواي التانيين دول. خلينا بس الاول نركز فين؟ في الاكس والدي الجي سي دي. فانا هعمل ايه؟ هقسم زي ما كنت بعمل في الايكوليديان العادي خالص. كان بيعمل ايه في الايكوليديان العادي خالص؟ كان بيقسم A على B صح؟ لو تفتكروا كده الالجوريزم كان ماشي ازاي؟ ها؟ نفكركم كده بسرعة عشان ما لأنه هو نفسه كان عنده حاجة اسمها A وحاجة اسمها B، A ده الكبير وكان في ريميندر، فكان بيقسم الـ A على الـ B ويحطه في الريميندر خلاص؟ وبعدين الخطوة اللي بعدها يعمل إيه؟ يحط القيمة اللي جوه الـ B في الـ A ويحط القيمة اللي جوه الار في البي ويقسم ده على ده والجديد يحطه تاني في الار وهكذا. فهو قاعد يشفت بيعمل كده بيشفت خلاص. طيب لو جينا نعمل الكلام ده هنا في الواقع بتاعنا هيبقى هو ده كأن ده الاي وكأن ده البي ماشي. 1759 على 550 هيطلع 3 ويتفضل 109، يبقى ده الكيو او الكوشنت وده الريميندر. يبقى 1759 هيحط الكيو هنا وده الريميندر الجديد ماشي تمام. كان بيعمل ايه بعد كده؟ القيمه اللي طلعت هنا هيحطها في الايه والقيمه اللي حطها هنا هيحطها في البي، يعني كانه في الحاله دي هيحصل تشفيت كده. يبقى الخطوه اللي بعدها هيقسم 550 على 109 ماشي. يبقى في الخطوه اللي كانت 1759 على 550، في الخطوه الثانيه هيقسم مين؟ هيقسم 550 على 109 عشان يطلع الار الجديد اهو، ده الخطوه الاولانيه. يبقى ار ان بيساوي ار ان ناقص 2 مود ار ان، يعني بيقسم ايه؟ بيقسم اللي قبلها باثنين على اللي قبلها بواحد ويجيب الريميندر اهو اهو. يبقى عشان اجيب ار واحد هجيب اقسم دي على دي والناتج احطه هنا، ده الار واحد. طب عشان اجيب ار اتنين، ار اتنين هيساوي ايه؟ بص كده ار اتنين هيساوي ار زيرو مود ار واحد. فين ار زيرو؟ اهو هذا ار زيرو. فين ار واحد؟ اهو. يبقى انا هقسم ده على ده والناتج احطه هنا، يبقى انا قاعد انزل خطوه بخطوه لتحت كده. يبقى كل واحد اقسمه على اللي تحته اجيب اللي بعده، كل واحد اقسمه على اللي تحت اجيب اللي بعده وهكذا. يعني انا المفروض في بدايه الالجوريزم خالص المفروض الكلام ده كله مش موجود، ده كده فاضي، ده كده كل ده مش موجود. فانا اول حاجه هحسب 1759 على 550 وباقي الاسم هحطه هنا. بعد كده ايه اللي ظهر ده؟ هقسم 550 على 109 وباقي الاسم هحطه هنا. بعد كده ال 5 ال 109 اقسمها على 5 وباقي الاسم احطه هنا ماشي. بعد كده 5 على 4 وباقي الاسم احطه هنا وهكذا طول ما انا ماشي
اجيب الريميندر يطلع لي. عايز تحسبها، عايز تتاكد يعني الكلام ده صحيح، اهو يعني بسيطه جدا، اروح على الماتلاب اهو واقول له اول حاجه انا بادئ بكام، 1755، هجيب المود طبعا اللي هو الريميندر 1759 وكام و550، هبدا بدول اهم هيطلع كام الريميندر. فعلا 109. وبعد كده اعمل ايه؟ هعمل نفس العلاقه ما بين 550 وال 109، اشيل بقى الحته اللي في الاول دي خلاص، يبقى 550 وال 109 اعملهم مع بعض واجيب الريميندر هيطلع كام؟ 5. اعيد اهو تاني و5 واشيل الاولانيه دي خلاص ما عادش لها لازمه اهي، يبقى انا هعيد دلوقتي بين ال 109 وال 5 اهي، هيطلع كام؟ فعلا 4. 5 على 4 دي مش محتاجه حسابات بقى ولا ماتلاب، 5 على 4 الموديول بتاع 5 على 4 اللي هو باقي الاسم 5 على 4 1. طب 4 على 1، 4 على 1 بكام؟ 4 على 1 ب 4 يتفضل 0، الريميندر بصفر. اول ما اوصل للصفر ده فانا خلصت ماشي. طب الجي سي دي كان هو مين؟ لو فاكرين في الكوليدن كان الجي سي دي مين؟ اخر ريميندر قبل ما اوصل للصفر صح كده؟ كان الجي سي دي هو اخر ريميندر وصلت ليه قبل ما اوصل للصفر، اخر ريميندر كان بكام؟ بواحد، يبقى الجي سي دي بكام هنا؟ بواحد. خلاص كده حسبنا الجي سي دي، يبقى الجي سي دي في الحاله دي بواحد. عايز تتاكد؟ متاكد؟ هات لي يا عم الجي سي دي بين ال 1750 وال 1759 وكام؟ و 550. اها هات لي يا عم الجي سي دي اهو كام؟ واحد صح مظبوط، يبقى الراجل ده شغال صح، يبقى الجي سي دي في الحاله بتاعتنا دي بواحد. متشكرين جدا، خلصنا من الجي سي دي. عرفنا ازاي دلوقتي نجيب الجي سي دي. خلي بالك انا ممكن انا يعني ببساطه اديك جدول ده فاضي واقول لك عبيه، يعني انا ممكن اديك جدول زي ده كده يا دوب اللي هيبقى موجود هو دول بس، دول كده بس، واقول لك باستخدام الاكستندد ايكويليديان الالجوريزم هات لي الجي سي دي وهات لي الاكس وهات لي الواي، هات لي الجي سي دي هات لي الجي سي دي وهات لي الاكس وهات لي الواي. انا حتى مش هديك 109 دي، هديك دول بس، ده هم بس الرقمين دول بس ماشي تمام. يعني ممكن سؤال كده بسيطه اقول لك ايه؟ اف اي تساوي 1759 وبي تساوي 550 باستخدام الاكستندد فيكيليديان الجوريزم فايند جي سي دي اند اكس اند واي. هتقوم حضرتك عامل الجدول اللطيف ده وحاطط الرقمين ده هم كده. طبعا عدد الصفوف بقى ده احنا هنا وقفنا عند الخمسه، كان ممكن نقف عند الاربعه، كان ممكن نقف عند الثلاثه، كان ممكن نحتاج كمان صف 6 7 8، هتفضل ماشي لغايه ما توصل للصفر، واخر واحد قبل الصفر هو ده الجي سي دي. طيب وطال طول ما انت ماشي قاعد تحسب الكوشن ده ماشي اللي هو باقي الاسم مفيش مشكله. طيب عايزين بقى نحسب بعد كده ايه؟ عايزين نحسب الاكس والواي. خلاص حسبنا الجي سي دي، حسبنا الجي سي دي، عايزين نحسب الاكس والواي. نحسب الاكس والواي ازاي؟ اول حاجه في الاكس والواي اللي هي الانيشال فاليو، احنا قلنا ان في انيشال فاليو اللي هي اول سطرين دول انيشال فاليو، لسه ما حسبناش حاجه، فده لازم احط حاجه في الاكس والواي كانيشال فاليو. فانت هتحط مين؟ هتحط مصفوفه الوحده اهي 1 0 0 1، دي مصفوفه الوحده خلاص. يبقى انت كده اكس اي بتاخدها ب 1 و 0 والواي اي ب 0 1 خلاص، ما فهمناها ما فيش فيها مشكله. طبعا احسب بقى الاكس اي ازاي؟ نبص عليها بسيطه يعني. بيقول لك ان الاكس ان الاكس ان بتساوي اللي قبلها ب 2، يعني في نفس العمود قبلها ب 2، ان ناقص 2 يعني قبلها ب 2 ناقص الكيو ان، كيو ان دي يعني اللي معاها في نفس السطر صح ولا ايه؟ معاها في نفس السطر، لان الان دي اللي هي دي الان دي اللي هي دي اللي هي الاتريشن بتاعتك ماشي تمام. فبيقول لك الان اكس هيساوي هات الاكس اللي قبلها ب 2 واطرح منها الاكس اللي قبلها بواحد بس مضروبه في مين؟ مضروبه في كل اللي معاها في نفس الصف. نطبق الكلام ده ازاي؟ اهو ناخد مثلا انا عايز اجيب دي هي اكس 2، يبقى اقول ان اكس 2 بيساوي اكس 0 اللي هي 1 اللي هي دي ناقص
اكس 0 اللي هي دي اللي هي صفر، في مين؟ في كيو ان اللي هي دي اللي هي معاها في نفس الايه، في نفس الصف اللي هي 3، اللي هي 1 ناقص 0 في 3 تطلع كام؟ تطلع 1. اهي فعلا طلعت 1 اهي. طبعا الكلام ده كله المفروض مش موجود، ده الواحد كل ده كده المفروض مش موجود، ده احنا اللي حاسبينه الوقت. طيب خلينا نجيب اللي بعدها عشان نشوف كده احنا ماشيين صح ولا لا. انا عايز اجيب دي، عايز احسب دي، دي كانها مش موجوده لسه دلوقتي وعايز احسبها، اقوم اعمل ايه؟ هرجع قبلها باتنين اهي، ناقص اللي قبلها بواحد مضروبه في الكيو اللي معاها في نفس الصف يطلع كام؟ ناقص 5. اه فعلا ناقص 5 صح. طيب واحد يقول يا دكتور والله انا شكلي كده ايه مش مستوعب قوي اللي انت بتقوله ده، طب اعملها لي تاني. اقول لك حاضر يا حبيبي سهل، انا عايز احسب دي مش موجوده عندي وعايز احسب، اعمل ايه؟ ارجع قبلها بخطوتين اهي، ناقص اللي قبلها بخطوه واحده اهي، مضروبه في مين؟ مضروبه في الكيو اللي معاها في نفس الصف اهي اللي هي 21. طب ناقص 5 في 21 بكام؟ ب 105، ناقص 105 معانا ناقص كمان تبقى كانها بقى زائد، يبقى 1 زائد 105 يعني 106 صح مظبوط. عايز تجرب الكلام ده على الاخرانيه جربها برضو على الاخرانيه مفيش مشكله اهي، عشان نقفل الحته دي من ايه يا ولد. انا عايز اجيب دي اعمل ايه؟ اهو اللي قبلها باتنين اهي، ناقص اللي قبلها بواحد اللي هي 106، 106 في مين؟ في اللي مضروبه في نفس الصف مظبوط. احنا فين يا شباب؟ احنا فين؟ احنا هنا اه في واحد اه تمام، يبقى ناقص 106 في الواحد، ناقص 106 في واحد اللي هي ناقص 106، ناقص 5 اللي هي ناقص 111 اه مظبوط فعلا تمام قوي ماشي. لما وصلت للصفر خلاص انا هقف هنا بقى، يعني الصفر الاخير ده انا مش هعمله خلاص ماشي يا شباب تمام. دي هي الاكس، هي دي الاكس اللي احنا عايزينها. طب والواي اجيبها ازاي؟ بنفس الطريقه بالظبط، نفس الطريقه بالظبط، بس بدل ما انا شغال على العمود بتاع الاكس العمود ده اعيد نفس الكلام على العمود ده، فانا مش محتاج بقى ان انا اقعد اعيد وازيد فيها خلاص واضحه. يبقى نفس اللي انا عملته في العمود بتاع الاكس هعمله في العمود بتاع الواي. يعني كمثال عشان بس يعني نمشي بسرعه، عايز مثلا اجيب دي، عايز اجيب دي او ما اجي قبلها بخطوتين اللي هي واحد اهي، ناقص ناقص مين اللي قبلها بواحده اهي في كيو اللي معاها في نفس الصف اهي، يبقى ناقص 3 في 5 ناقص 15 والناقص دي تخليها موجبه زائد 1 يبقى ب 16، فعلا طلعت 16 خلاص. وافضل ماشي لغايه ما اوصل قبل اللي هي الصف اللي قبل الزيرو ده اللي هو عند الجي سي دي، الصف اللي فيه الجي سي دي خلاص وقف. يبقى الصف اللي فيه الجي سي دي خلي بالك الاجابات كلها في صف واحد، ادي الجي سي دي وده الاكس وده الواي، عشان ما تتلخبطش برضه. وامتى اقف؟ انت هتقف لما ده توصل صفر. طب الاجابات بتاعتي هتلاقيها فين؟ هتلاقيها في الصف ده اهي. يبقى ده الجي سي دي وده الاكس وده الواي. جميل جدا. يبقى الدي اللي هو الجريد كومن ديفايزر هيبقى بواحد، الاكس هتبقى ناقص 111 والواي ب 355. طيب ده كلام كويس جدا. هديك بس بقى ملحوظه سريعه كده، هو هيستفيد من الاكس والواي دي ازاي؟ في الواقع يا شباب لو انت خدت بالك كده هنقدر ببساطه شديده جدا نثبت لك دلوقتي ان الرقم الثاني اللي هو الواي ده اهو ده هو المالتيبليكاتيف انفيرس بتاع الرقم الثاني ده لو احنا بنشتغل على موديول الرقم الاولاني ده. تخيل انت بقى دي، تخيل انت دي، يعني 550 موديوله 1000 لو انا يعني انا بتكلم دلوقتي على اريثماتيك، شوف خلي بالك ملحوظه دي، لو انا بشتغل على اريثماتيك موديوله 1759
وعايز اجيب المالتيبليكاتيف انفرس بتاع ال 550، كل اللي انا هعمله ان انا همشي بالقاعده دي اطلع الواي، بس اطلع الواي، الواي دي هتبقى هي المالتيبليكاتيف انفرس. يا ده دي حاجه يعني خرافيه، يعني حاجه جميله جدا، لان حضرتك لو انت بتعتمد على الجدول، على جدول زي ده، وبتشتغل على اريثماتيك موديولو 1759، يعني حضرتك هتبقى عامل جدول زي ده من صفر الى 1759، شوف الجدول هيبقى قد ايه. ولو عايز انت بقى تجيب المالتيبليكاتيف انفرس بتاع اي واحد من دول، هتضطر تملأ تعبي الجدول ده كله. فانا بقول لك لا، انت مش محتاج الكلام ده كله، انت كل اللي حضرتك هتعمله لو انت محتاج تشتغل باكستندد كوليديان الجوريثم، وتعمل ايه؟ وتعمل تشوف الرقم اللي انت عايز تحسب شو اسمه المالتيبليكاتيف انفرس بتاعه، وتعمل ايه؟ وتطبق عليه القاعده بتاعت الايكوليديان الاكستندد ايكوليديان الجوريثم، الواي اللي هتطلع دي هي هتبقى المالتيبليكاتيف انفرس، بس ببساطه شديده جدا. لو انت عايز يعني تتاكد من الكلام ده، موضوع بسيط خالص برضه، كل اللي انت هتعمله هذه العلاقه بتاعتك، مش انت ال 1759 وال 550 ده الجي سي دي بتاعهم بواحد، معناها ايه الكلام ده؟ معناها ان 1759 اهي اللي هي القانون اللي احنا قلناه ده اهو، ده اي اكس زائد البي واي بيساوي الدي. جرب كده، جرب شوف العلاقه دي متحققه ولا لا. اهو الاي اللي هي 1959 في ناقص 111 زائد ال 550 في الواي اللي هي 355، اضربهم كده في بعض وطلع الجي سي دي بتاعهم، شوف هيطلع كام. اهي نعملها مع بعض بسرعه، اهي 1759 في كام ناقص زائد 150 في 350، تمام؟ ايوه عايزين الحسبه دي هتطلع كام؟ واحد. طب جرب لي كده الجي سي دي ما بين ال 1759 و ال 550، برضه بواحده، يعني فعلا الاكس والواي اللي انت طلعتهم دول بيحققوا المعادله دي، ان الاي اكس زائد البي واي هيساوي الجي سي دي بين الاي والبي، يعني فعلا كلامنا مظبوط، تمام؟ يبقى المعادله مظبوطه. لو المعادله دي مظبوطه كده، فده هيقول لدي ليه بقى؟ بسيطه. هات اقسم على 1950 للطرفين، وهات الموديولو، هات موديولو 1959، ماشي؟ يعني اعملها كده اهي 1759، مش عارف انتوا يعني، بس الوقت هجم علينا، بس مش مشكله نعملها بسرعه، معلش نعملها بسرعه. انا عندي دلوقتي 1759 في ماينس 111 زائد 550 في 355. لو انا قسمت الكلام ده على 1759 واجيب، عشان اجيب الموديولو، يعني عشان اجيب الموديولو بتاع دي بالنسبه ل 1755، والموديولو بتاع دي بالنسبه ل 1759، دي بالنسبه لدي هتطلع صفر، لان ناقص 111 دي مالتيبليكيشن 1759، فدي كده تطلع صفر. الموديولو بتاع الحته دي، موديولو الحته دي هيطلع بصفر. طب موديولو دي هيطلع بكام؟ 550 في 355 موديولو 1759، نعمل اهي 550 في 355 موديولو كام؟
1759. بكم؟ بواحد. يبقى موديوله حصل الضرب ده اهو، اتنين دول في بعض، موديوله 1950 بواحد. معناها ايه؟ معناها ان ال 550 في، اعملها بقى اللي هي بتاعه التجميع دي اللي احنا عملناها من شويه بتاعه الضرب اهي، احنا بنقول كده اهي 550 في 355 موديولو 1759 هي نفسها 550 موديولو 1759 في 355 موديولو مش عارف ايه. فبما ان دي كده بتساوي واحد، يبقى الاثنين دول ملتيبليكاتيف انفرس لبعض على طول كده، صح يا شباب؟ من البروبس اللي احنا شفناها، بما ان 550 في 355 موديولو 1959 بيساوي واحد، معناها ان 355 هي الملتيبليكاتيف انفرس بتاع ال 550. ودي يعني حاجه او نتيجه مهمه جدا، عشان كده بقول لك احنا ليه يعني ايه فايده ان احنا نحصل على الاكس والواي دي. طيب يبقى ده كده ايه، خلصنا الاكستندد كيولن الجوريثم، ونبقى كده ان شاء الله واقفين. احنا الجزء اللي فات ده جزء كبير، الجزء اللي فاضل جزء بسيط اللي هو البرايم نمبرز وفيرمات وايلر ثيري والتستنج بتاع البريمالتي والكلام ده، جزء يعني هو مهم وكل حاجه، بس ان شاء الله مش هياخد وقت، يعني مش هياخد وقت زي الجزء اللي فات ده باذن الله. فيعني انا اتوقف عند الجزء ده، ان شاء الله نكمل مع بعض في المرات الجايه. طيب طيب نوقف التسجيل بقى خلاص، حد له اسئله؟ طيب.